لليوم الحدث في كرة القدم التونسية والإفريقية، اللقاء المرتقب بين القوي مازيمبي لو تو بويسون وفريق الترجي الرياضي التونسي، لقاء الإياب. هذا هو إطار المباراة برسم نصف نهاية أبطال إفريقيا الشامبيونز ليج، هذا استاد رادس الوطني. 30,000 من المتفرجين ومن الأنصار يساندون فريق، وملايين من خلفهم ومن ورائهم من أجل رؤية منافس الترجي الفريق الكونغولي، يقتنع بجدارة الترجي وبقوة الترجي هنا بعد حرب الكواليس، حرب التصريحات والتصريحات المضادة والحكاية عن طائرة لا تنزل ولا تريد لها السلطات التونسية أن تنزل في مطار تونس قرطاج الدولي. كل هذا كلام الآن 90 دقيقة من الكورة، الآن حقيقة الميدان، الحقيقة الوحيدة الأزلية في عالم الفوتبول. نعم هناك الكواليس ولكن لا حقيقة إلا حقيقة المعشر الأخضر. أنصار ومناصرات الترجي التونسي في استاد رادس، 30,000 متفرج. هذا جويل كيمواكي متوسط الدفاع لمازيمبي وباقي الأطراف الكونغولية للمازيمبي، في حراسة المرمى روبرت كيديارا، على اليمين رقم 4 كولو كوتا، رقم 3 جون كاسوسولا وعنده ورقة صفراء، رقم 2 جويل كيمواكي، رقم 17 إيموندي، رقم 8 تريزور مابي بوتو يدخل ماتش أيضا بورقة صفراء، رقم 10 جيفن سينغولوما الدولي الزامبي، رقم 14 سينكالا، رقم 26 لونغو، رقم 30 لوسا ديسو، ورقم 15 علي الصمات التنزاني. استشف من خلال تشكيلة المباراة للمدرب السنغالي لامين دياي أنه مازيمبي مقارنة مع ماتش الذهاب هناك ثلاثة تغييرات، يخرج ويغيب سونزو طبعا للورقة الحمراء، ثم لا يشترك لاعب مهم جدا في وسط الميدان راينفورد كالابال الزامبي للإصابة، ثم في اختيار تكتيكي يخرج اللاعب آخر هو كاندا تيو رقم 6، والبدلاء الثلاث هما سينكالا لونغو والمهاجم لوسا ديسو. الترجي الرياضي التونسي حارس مرمى المعز بن شريفية، على اليمين سامح الدربالي، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع وليد الهجري ومحمد علي بن منصور، وسط الميدان المولي الراكد قدامهم العواضي افول على اليمين، يوسف على اليسار، وجوزيف يانيكنيانغ في مباراة العمر للكامروني وهي كذلك للترجي الرياضي التونسي. اخر الاسماء بدر دياتا يؤشر لانطلاقة العرس والحفل، هكذا نتمناه وهكذا نريد أن نشاهد في عقاب المباراة انتصار تونسي ومباراة تكون في كنف الروح الرياضية. مباراة صعبة جدا، مباراة قوية جدا يدخل فيها مازيمبي عن طريق الزامبي كيفن سينغولوما، يرجع بالتغطية الراقد والهيشري، الهيشري كورة تخرج مرة أخرى لفريق مازيمبي، مباراة أعصاب. برافو، ممتاز التاكلينج، ترجع المراوغة من هاريسون أفول، أفول يمشي للدربالي. مباراة ممكن سنشهد من خلالها أيضا مستوى جيد جدا بقيمة الرهان، ورغم قوة المنافسة التونسية الكونغولية في آخر الأعوام ترجي مازيمبي، فأعتقد جازما أن الماتش ممكن يرتقي المستوى الفني مقبول باعتبار قيمة الفريقين والدوليين والأسماء في الناديين. يمشي خليل شمام، الدقائق الأولى مهمة جدا، حوار تكتيكي بين معلول ولامين ندياي، ما نعطيهوش ثقة للفريق الكونغولي القوي اللي جاي يوم الخميس لتونس، والكرة تخرج اوت. الترجي بنفس التشكيلة، المدرب يضحي بالتراوي بطبيعة الحال خوفا وخشية على مجدي من الغياب في افاق الفاينل ان شاء الله للترجي الرياضي، اذا اعتبرنا انه عنده انذار اذا يحصل ورقة صفراء الثانية يتضرب بماتشين، لانه كان عوقب في دوري المجموعات وتوقف لمباراة مجدي التراوي. اذا ممكن اختيارات استراتيجية وتكتيكية ذكية من معلول، بينما نرجع اللقاء، نرجع المباراة، سنلتصق كثيرا الليلة بهامش اللقاء بهوامش رادس من خلال هذه القمة. الترجي الرياضي التونسي لو تو بويسون مازيمبي، كرة طويلة من كولو كوتا، كولو كوتا ترجع براسية بن منصور، كرة في الاوت. حكم المباراة هو بادر دياتا السنغالي، دولي من 99، هو معلم يتحدث الفرنسية والإنجليزية ومن مواليد مدينة زيغنشور. الحكم الدولي عام 99 اللي تغير في بداية الأسبوع بعد ما عين الاتحاد الأفريقي قسم الجامبي في ماتش أول وفي عنوان أول لهذه المباراة القمة بين الترجي ومازيمبي، ولكن الضغوط من الإدارة الكونغولية والرئيس مويس كاتومبي عنده نفوذ كبير، هذا لا يخفى على أحد، قدر وتمكن من تغيير اسم الحكم
السنغالي ما نحكيش عليه، لكن فما قوسين برشا ناس يفكروا لامين ندياي مدرب سنغالي في مازيمبي. انا نخاف من ردة فعل يانو سليم جديد التونسي، كان ادار السبت الماضي ماتش السنغال والكوت ديفوار بالاخبار اللي تعرفوها والاخبار وصلت لكم، لكن ما نمنو كان بالكره. اليوم يوسف المساكني، اتساءل ايضا عن فورمه يوسف المساكني، لابد ان يكون يومك يا يوسف باعتبار انه المساكني ما لعبش توا من 3 اسابيع، تغيب عن مباراه سيراليون ولم يشترك في ماتش مازيمبي ذهابا، اخر ماتش ستاد في البطوله، وبالتالي بعد 20 يوم كيفاش الفورمه يا مساكني؟ ان شاء الله المساكني في الهجوم مع نيانج هما مفاتيح الانتصار. الركنيه الاولى، عندنا 9 ماتشات ما سجلناش الكره الثابته منذ ماتش الاف سي دينامو زيمبابوي بالراس الهجري. نبشر ونأشر في كره تمشي والراسيه تاتي والدفاع يمشي، كره للتماس للحارس صنافول. مباراة مهمة جدا لا تخفى لأحد، ولكن صعبة جدا وهذا مؤكد. أعطيني المباشر لأنه الكرة الآن الدور كرة سريعة جدا في ملعب المباراة في رادس بداية الترجي. يمسك الكرة الدربالي، دربالي يمشي بالمنصور، بالمنصور يحط كرة ممتازة لمساكني، لمساكني سدد كرة بعيدة، كرة بعيدة من يوسف لمساكني في 4 دقائق لعب من الشوط الأول. الترجي قادر على مازيمبي متى توفرت العزيمة والإرادة، التركيز، الحضور الذهني، التوفيق وعدم تضييع الفرص. الدقائق الأولى مهمة جدا، الترجي يلزم ياخذ الأدفانتج لأنه في أخذ الأسبقية بالتهديف سيأخذ الأسبقية المعنوية في ماتش الكؤوس، ماتش النوك أوت، ماتش خروج المغلوب في ليلة قاتل يا مقتول رياضيا كرويا لحلم معانقة الفاينل والوصول للعب على الشامبيونز ليج مرة أخرى. رد بالك يسبقك الهيشري، يسبق في الأخير. ترجع الكرة بالمنصور، كرة بالمنصور فما إصابة، هو بالمنصور بروح رياضية يخرج كرة في التماس أو الترمية جانبية، فما إصابة لأحد نجوم فريق مازيمبي. 4 مرات ربح البطولة هذه، 2 في النسخة القديمة 67 68 لما كان اسمه الإنجلبرت، ثم بنسخة تي 2009 2010 كبطل الشامبيونز ليج. هذا نبيل معلول 25 سنة تقريب يوم بيوم تقريب من ذاكرة سيمي فاينل كلاعب ضد بيولا بابيس، 2-0 للترجي التونسي في المنزل ثنائية معلول، 1 ضربة جزاء وهدف التأهل في 90 بعد ربع قرن. هل تعاد الأفراح وتتكرر نجاحات الترجية من معلول كلاعب إلى معلول الكوتش؟ ننتظر صورة مشرفة للمباراة، لقاء مهم جدا، كنا ممكن على أعصابنا بخلاف النتيجة، حبوا المباراة تخرج بشكل جيد جماهيريا. الترجي وجمهوره اليوم يلعب من أجل تونس في كرة القدم، ويلعب من خلال جمهوره لجماهير الأندية الأخرى باش ترجع بطولتنا بالجماهير في 4 نوفمبر. إن شاء الله تعدى سليما، إن شاء الله نخرج السلامات، إن شاء الله ربي يكون معانا في هذا اللقاء ونربحه ونفرحه. ترجع الكرة من راقد، الراقد يمشي أفول، أفول يخرج الكاميروني نيانج، نيانج يرجع عن طريق وسط الميدان، الترجي خاد المولي، المولي يحط كرة ليانيك، يانيك يرجع نيانج، يمشي نيانج يبدل الكرة. رد بالك، رد بالك من الكرات هذه المقطوعة الميس باس، الكرات الضايعة في وسط الميدان، باس جميلة جدا لفريق مازيمبي. التوغل من جناح الأطراف، التوزيعة والركنية الأولى للكونغوليين، يرجع يصلح غلطه لكن كورنير، ضربة زاوية لفريق مازيمبي. مباراة صعبة وصعبة جدا على الفريقين، مازيمبي يبقى متفائل بقلب الطاولة هنا في رادس، هكذا أشرت استبيانات الآراء هناك لدى جماهير مازيمبي. 97% 97%، فما لغة قلب هنا ممكن أكثر، لغة عقل، لغة العاطفة تسيطر. 97% يعتقدوا مازيمبي باش يرجع متأهل، والراسية رد بالك، رد بالك، ركنية رقم 2، ركنية رقم 2، اليوم يلزم تفيق، فماش تغميضة عين، اليوم رد بالك. الهيشري خطيرة وكرة أخرى صعبة على الترجي الرياضي التونسي. أفضلية وقوة مازيمبي أنه فريق يلعب في ميدانه مثل خارج ميدانه، فريق بطابع هجومي، فريق عمله الرئيس مويس كاتومبي بشكل جيد الحقيقة، للحد أنه أحد نجوم نادي تشيلسي طبعا الغاني وليس الإنجليزي، أمضى هذا الأسبوع لمازيمبي 5 سنوات رغم أنه كانت عنده عروض أوروبية. كل شيء متوفر في مازيمبي، المادة وكل شيء. وترجع الكرة للترجي عن طريق المولي، واحد يعاون، أدخل يا شمام على الخط، طبعا 3 في وسط الميدان بطابع دفاعي من اجل التامين لانطلاقات الاطراف والباكات. يدخل شمام، كوره وفرصه حاطه في الشبكه، فرصه كبيره للترجي التونسي، كوره من العدم تخلق
فرصة من الانعدام تتوفر ولكن لم تتجسم. هذه كرة شمام، تابع كل كرة، تابعوا كل شاردة واردة يا ابناء الترجي الرياضي التونسي. فرصة كبيرة في 8 دقائق لعب على الشوط الأول. الترجي كان بإمكانه فتح بوابة التسجيل. هنا الخطورة وهنا المتابعة وهنا روبير كيديابا. نرجع المباشر ريتم كبير منذ الانطلاق. ترجع للترجي الرياضي التونسي بن منصور. كرة من بن منصور. الترجي ما سجلش افريقيا في اخر ماتشين، 0-1 الهزيمه في شلف ولو بالفريق الثاني، ثم 0-0 في لوبومباتشي ضد المازنبي. برشا مساحات باش ينقصوا برشا من قوتهم بغياب الثنائي، باش ينقصوا برشا بغياب سونزو كلابا. هذه فرصتنا يا دربالي، دربالي كوره والهدف الاول يضيع، الهدف الاول يضيع، كوره ولا بالاحلام. كريم العواضي، كريم العواضي ويا رب يكرمنا بأول الاهداف. هذه الكرة شوف الدفاع، هو هجومهم ناري ولكن دفاعهم يعني حصالة، دفاعهم حصالة تقدر تسجل وتقدر تنطلق. الهدف الأول مبكر يغير الأوراق، يغير الأدوار ويكتب الترجي كطرف أول في النهائي الكبير. فرصة ثانية للترجي الرياضي في 8 دقائق. هذا مؤشر خير على أنه هجوم الترجي قادر على تجاوز مازيمبي هجوميا. الإشكال يبقى في الجزء الثاني، المعادلة الصعبة انك تسجل وما تقبلش. يمشي المولي، المولي وسط ميدان نتاعهم ضايع. هذه فرصتنا، ما تدخلوش في اللعب، احنا ندخل في الماتش. امشي يوسف المساكري، اضرب يا العواضي، عواضي يوسف، ما تدخلش في اللاكس، العب على الاطراف، العب في الكولوار. كره ترجع لمازمبي، يضغط، ما نتخمروش، ما نمشيوش لقدام، ما نعطوش الكل يا الراقد، الراقد ممتاز. ترجع الكره ليانيك، يانيك نيانك دور، والكره المولي والترجي في فورما. ترجع الكره الدربالي وسط ميدان، مشكل لمازيمبي والترجي قادر. يا ولد يا ولد يا ولد، شو هذا؟ شو هذا يا برازيلي؟ شو هذا يا الكوبا يا كافانا؟ ولكن حط الكرة في الشباك، حط الكرة في الشباك. الترجي يدق حصول مازيمبي، والنسور أجمل، أرقى فنيا، أفضل، وكاسم أكبر النسور ديما خير من الغربان. ترجع الكرة المولي، المولي البوتو يسخن، يوسف المساكني، المساكني ما يحطش الكرة، ما يحطش الكرة، ضربة مرمى. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يستثمر هذه الدقائق. راو الطرح الآن، راو البونتو الآن، راو الربح الآن، لأنه مازيمبي ماهوش باش يرقد طول 90 دقيقة. الآن الكرة والآن الفرصة، حطها في الشبكة يا الترجي. مهم جدا لل 20 دقيقة الأولى إن شاء الله نبداو رابحين 1-0. المهم ما نقبلوش، هذا متفقين عليه، لكن يلزم نسجل. ما نطمنوا ما نتهناو كان كي توصل النتيجة ويوصل السكور 2-0. ترجي وسط الميدان يسيطر، غياب سونزو وعدم تواجد كلابا على الاقل من الاول باش يعمل فيهم بلبله. يلزم الترجي يستغل. امشي يوسف المساكني الاستثناء، امشي يوسف المساكني، خطايا بدراء. دياتا، دياتا راهو ما تصوروش، حكم اوكي نزيه لكن مش كما تصوروا برشا. 2007 وقفته الكاف عام، يا عفا الله عما سلف، ارجع لي للحاضر، اعطيني حقي الحاضر وغادر يا السنغالي. ترجع الكره للترجي التونسي، يمشي كره دربالي، دربالي يرجع في الوسط عن طريق المولي، المولي خالد المولي، يرجع في كره للترجي الرياضي الهجري. وليد الهجري يلعب كره طويله ممتازه، فول افول كنترول، هاريسون افول، هاريسون افول بذكريات ماتش الواد. تمشي كرة دربالي، دربالي الترجي يلعب مليح، الترجي يبدع، والمولي يدخل، ادخل يا المولي، كرة تضيع، كرة تضيع، بداية ممتازة، بداية ممتازة، رد بالك من السباس، رد بالك من المساحات، يلعبوا في ظهر وسط الميدان، كرة تبقى كونغولية، بريسينج ضغط عالي، الغربان تخترق هنا في استاد رادس، لي كوربو وهي كونية مازيمبي، ينطلق مازيمبي خطير جدا، 3 على 3، رد بالك من الكرة هذه، رجع بالراس. الكرة الثانية أخذها المولي، يلزم نسجل لأولادك، لازم ما نقبلش، رد بالك، بتوازن العب، بتوازن، قلت ما نتخمروش ونهبطوا للاتاك، مازال ماتش طويل، الهدف والبونتو يجي في أي لحظة. نسجل ونخرجوا من مناطقه الدفاعية، يلعب هو على السكور أحسن مني أنا. يمشي خالد المولي، خالد المولي، خالد المولي، ترجع بالكرة هاريسون أفول، يا ودي وسط ميدان ما عندهمش، امشي، هاريسون أفول. هاريسون افول بدل اليمين، خرج له الدربالي، كرة من سامح الدربالي، كرة للترجي الرياضي عن طريق المولي، المولي يمشي الوليد الهجري. هجري أول مباراة مع الترجي كان ضد مازيمبي وسجل خلالها بالراسية بعد مخالفة القربي. الترجي يلزم يرجع يضرب الكرات الثابتة. المساكني عنده مديدة ما سجلش إفريقيا. يمشي يوسف المساكني، يوسف المساكني، كرة غادة، ترجع الكرة لمازيمبي، كرة في وسط الميدان. ترجع الكرة مرة أخرى،
بيك يا مولهي والراجل، والكرة ترجع بوتو ممتاز، لكن التغطية كتف في كتف. ألعب ألعب برافو ممتاز، يمشي يوسف المساكني، المساكني يعرف ثم خطأ للترجي الرياضي التونسي. ما نركزوش على الحكم، ما ننظروش للاربيتر، تمشي كرة للترجي الرياضي التونسي. 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، بداية ممتازة من الناحية الفنية، من خلق الفرص، من ناحية الكرينتا، ولكن هات الهدف اللي فرهد، هدف باش يحرر برشا الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. خطأ على سينكالا، عندهم كاس السولة وان بوتو تحت طائلة الإيقاف، لأنه عنده ورقة صفراء باش يلعب، ماهوش شاليز، ماهوش مرتاح، خايف من الإنذار. الترجي أيضا الدربالي هو الراكد وفول، يلزم ينتبه. هذه بعض معطيات القمة، وهذه بعض حكايات أبطال أفريقيا في ألبوم 2012 من ذكريات السيمي فاينل العودة هنا في استاد رادس. المولي والمساكني، كرة من يوسف المساكني، تنفذ الكرة، ترجع بالراس. ترجي رابع مرة يستقبل مازيمبي في تونس، هدفين لهدف، انتصار 2001 3-0، فوز 2010، وهدف لهدف في نهاية 2010. 2012 المباراة الأهم، تحدد مصير جيل والتاريخ آخر، يطرز بالذهب للترجي الرياضي. امبوتو امبوتو، كرة تهرب عليه، كرة تهرب عليه، ما نعاودش نحكي، نقول إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يستثمر هذه البداية الصعبة لمنافسه الكونغولي. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يسجل الهدف الأول. يا شمام يا الكابيتانو في بداية المباراة أمام هذه الدربكة الكونغولية، لأنه يعني في الكرة فما فترات قوة ليك وفترات فراغ عليك، الآن هي قوتك، هي أفضليتك، يلزم نسجل بإذن الله. هذا اللاعب نكولو كوتا، لاعب متميز جدا في الرواق اليمين لمازيمبي. الدول الكونغولي والكونغو وصلت للكان، ممكن على فكرة تكون منافس لتونس في 2013 يوم أمام أفريقيا في ساوث أفريكا، القرعة يوم الأربعاء. ترجع الكرة لخليل شمام، الترجي الرياضي التونسي، ياني كنيانغ، المساكني، المساكني يستخلص كرة، يوسف المساكني قدامه، كولو كوتا أو الكيموكي، كرة ممتازة، اقرب، ادخل ادخل أكثر شمام، الآن الكروس، الآن ركنية، ركنية للكابيتانو. الترجي الرياضي التونسي حصل الركنية، الركنية رقم 2 للترجي الرياضي، مثلها أيضا ونظيرها 2 لنادي مازيمبي. والركنية الثانية، هل تغير الواقع؟ هل تغير الأطراف؟ أطراف المواجهة وطرفي الرهان هنا في استاد رادس الوطني. اللازير في وجه شقيف، شقيف الكرة الإفريقية روبر كديابا، والكرة تمشي على القائم الأول. ترجع مرة أخرى، الترجي نقص برشا في الكرة الثابتة منذ خروج القربي، والكرة ترجع تمشي طويلة، تمشي كرة وسط الميدان، يضرب الكرة حسين الراقد، رد بالك الهيشري مرة أخرى، وليد الهيشري ممتاز، ممتاز الإصرار، يعطي باس، كرة طويلة. الكرة الثانية عواد يدخل على الخط، ممتازة جدا، هو الحكم يصفر خطأ في رأي فيه وعليه. على كل حال لا نتوقف عند تماس ولا نتكلم عند فاول، سنواصل المباراة ونتحدث عن فقط كرة القدم هنا في استاد رادس. الترجي 0 مازيمبي 0 في إطار الشامبيونز ليغ السيمي فاينل. كرة ترجع عن طريق لونغو، أحد اللاعبين اللي دخلوا اليوم في المباراة، لم يشترك في لقاء الذهاب. الكرة الأولى ترجع لمازيمبي، خطيرة الدربالي، كرة صعبة، وفما لمسة يد، فما لمسة يد، فما لمسة يد، مباراة أقلها فوات ممكن، صحيح ما نطلبوش الكمال لأنه يعني ما فماش ماتش من غير أخطاء، ولكن يلزم نقلوا هفواتنا الماكسيموم إذا يحبوا نتجاوزوا فريق التنزاني علي السماتة. 6 أهداف في الشامبيونز ليج مع مازيمبي هذا الموسم، وهو اللاعب اللي جاي من نادي سيمبا التنزاني. ترجي الرياضي التونسي 10 نصف نهائي في تاريخه الإفريقي، في 9 سيمي فاينل السابقة عمل 6 انتصارات، تعادل مرتين وخسر من الإسماعيلي في تونس. وكرة ممتازة للترجي الرياضي، الكرة للترجيين، الكرة الثانية ياخذها المولي، يرجع خالد المولي، خالد المولي بين منصور، وتتوقف المباراة لإصابة، إصابة اللاعب جوال كيموكي، اللاعب الدولي الليوبار جوال كيموكي المطلوب في نادي لانس الفرنسي. إذا هذه هي حسابات مباراة الآن. مازيمبي يدرك جيدا فترة حرجة، يحاول يهدي اللعب ويكسر ريتم الترجي، يحاول يتحرر من هذا الضغط، ضغط الجماهير وضغط فريق هو بحجم بطل افريقيا وبرتبة البطل للشامبيونز ليج. اذا سنتابع هذه القمة، ما نتمنى ان يتوفر الترجي على فرص اخرى للتهديف والتسجيل، قد تكون فرصة كافية وقد تكون فرصة سانحة لحسم المباراة. لامين دياتا السنغالي
النسور أقوى وأجمل وأرقى من الغربان النسر يوسف المساكني، أتمنى أن ينتفض على روبركي ديابا وفي مرماه بهدف قد يكتب للتاريخ. ترجع الكرة مرة أخرى للحارس معاذ بن شريفية. معاذ بن شريفية تمشي الكرة المعاذ، كرة طويلة منتشر دقيقة لاعب في الشوط الأول، ترجع بالرأس للترجي الرياضي، يكمل للضغط اللاعب الكاميروني جوزيف يانيكنيانك 22 سنة. ترجع الكرة عن طريق بطل إفريقيا الزامبي إيموندي. إيموندي كرة وسط الميدان، كور راقد والكرة تضيع، كرة تضيع. ترجع التماس للترجي الرياضي التونسي وسط الميدان، مثل هذه الكرات تخوف يعني تجي في ساق المنافس، نعرف القيمة الفنية للاعبين مازيمبي. ترجع الكرة وتمشي طويلة لمن الأفضلية، شمام، شمام شكون في المساندة، ترجع كونغولية لمازيمبي، كرة من مازيمبي من تريزور مابين بوتو 27 سنة، لاعب كان مطلوب في الأرسنال لكن عافانه وعافاكم الله عنده الالتهاب الكبد الهيباتيت سي هو اللي منعه من الاحتراف في الجانرز. ترجع الكرة مرة أخرى فول، هاريسون فول، وكرة ناقصة، كرة ناقصة. المباراة تكثر توازي الآن، مازيمبي يدخل في اللعبة، المباراة نقول في فترة ميتة بلغة الكرة تومار، وكرة ترجع للترجي، كرة ستعود. رد بالك، رد بالك، رد بالك، المساعد هذه المرة يزفر خطا على علي السماتة، رد بالك ما كانش واضح برشا، رد بالك مرة أخرى يعديها، مشينا يا بن منصور. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، هيا ركز الأولاد، برشا أخطاء، بداية ممتازة باش نقول كي تبدا عندك بداية ودي حط كرة في الشبكة. ترجع كرة للترجي الرياضي عن طريق الهيشري، وليد الهيشري دقيقة 19، وليد الهيشري ترجع لفريق الترجي التونسي عن طريق معاذ بن شريفية. معاذ بن شريفية لبن منصور، بن منصور يحط كرة الشمام، كرة تتهيأ لخليل شمام، فما مساحات لمساكني، لمساكني يحاول يدخل بين اثنين، لا اللعب الفردي اليوم يا يوسف. ترجع الكرة مرة أخرى مابين بوتو، مابين بوتو وتقطع الكرة لكن الحكم يرجع للفاول. بادر دياتا 43 سنة السنغالي دولي من 99، زفر للترجي مرتين في افريقيا يوم الانتصار في نسخة 2011 1-0 على النادي الأهلي في الماتش الأول بالهدف الأول يانيك جوزيف نيانغ، وزفر 2010 مباراة مثيرة الديربي المغاربي الترجي وستيف وانتهت 2-2. إن شاء الله النتيجة الأولى هي اللي تهمنا، نربحوا مازيمبي باش نمشيو للفينال. كرة ترجع عن طريق رقم 2 جوال كيمواكي، كيمواكي في وسط الميدان لونغو، لونغو ياخذ كرة رد بالك من روبون، كرة ترجع للفريق الكونغولي لمازيمبي سينغولوما، سينغولوما يطول كرة ترجع للترجي الرياضي، ترجع للترجي التونسي لحد الآن يتفوق وليد الهيشري في الحوار الثنائي دويل مع التنزاني السماتة. مباراة دويل أيضا أطراف مشتركة في هذا اللقاء، والكرة ترجع للترجي، يضغط الكلوكوتان شاد ديما يتبع في المساكني، كرة ممتازة لبدل هيلو، بدل هيلو الكرة اللمسة الأولى، لا ترجع الكرة غالطة مرة أخرى للمساكني. إن شاء الله فورمة يوسف لأنه 20 يوم بالضبط ما لعبش كرة، ماتش رسمي من ماتش الملعب التونسي. ترجع الكرة للراقد، كرة من راقد حذاري مش معقول، وكرة تضيع مرة أخرى من حسين الراقد. مجهود كبير الحقيقة لكن فما أخطاء في بعض الأوقات بصراحة، حسين الراقد يعني بتاع خطر كبير على الدفاع الترجي التونسي، خاصة حسين يطلب منه دائما أكثر باعتبار تجربته وخبرته كمحترف. لاعب قال كان في تصريح أنه حلمه ينتصر بالشامبيونز ليج. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، يمشي كرة طويلة 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، المباراة كما قلت في تومار الآن وقت ميت بلغة الكرة، الوقت مستمر والكرة عن طريق جون كاساسولا. كاساسولا 30 سنة لاعب المنتدب من موتي مابمبي فريق الدارينج اللي ربحوا الترجي في نهائي السوبر عام 95 في الإسكندرية 3-0. كرة ترجع عن طريق الدربالي والترجي الرياضي يستفيد من كرة، يستفيد من كرة من الترجي التونسي، ما لا طريق النهائي ما غير ضرب يا دربالي. ترجع كرة ضربة برا، يوم يلزم عرق ويلزم تعب، وإذا فما متاع جرح خفيف متاع دم يلزم يتوفر كل شيء باش تمشي لقاء المعاناة، لقاء بين كبيري لتيتون أو الجبابرة هنا في سماء الكرة الإفريقية كما عنونت أحد الصحف الكونغولية. مازيمبي الترجي الرياضي التونسي، كرة من تماس، ترجع الكرة الترجي في وسط الميدان مرة أخرى للفريق الكونغولي. يلزم ما ندخلوش مازيمبي في المباراة ونعطيه الثقة لأنه يعني فريق قادر أنه يخرج مباريات كبيرة، صحيح اللي قاله معلول أنه فريق يقبل أهداف في كل مباريات وتقريب خارج القواعد، 2-1 خسر ضد الأهلي،
فاز 2-1 في القاهرة ضد الزمالك، لكن قبل هدف خسر 1-0 ضد تشيلسي في غانا، تعادل 1-1 في البريليمينير أو التمهيدي مع المريخ. ولكن أيضا بالمقابل شوف الاتجاه الثاني أنه فريق أيضا يسجل باستمرار خارج الديار، استثناء ماتش تشيلسي اللي خسر 1-0. إذا فريق دفاعه مشكل لكن هجومه قوي. ترجع كرة من دربالي في التماس، تماس لفريق مازيمبي جون كاسوسولا، وهنا يظهر لي دور الجمهور. هنا الجمهور يلزم يتحرك، يلزم يشجع الفريق، ما يجيش فرايج للجمهور في مثل هذه المباريات، يلزم يساند وما يسكتش. 23 دقيقة لعب في الشوط الأول، مباراة تكتيكية بين اندياي السنغالي والتونسي معلول، أول مدرب عربي فاز بالكاف شامبيونز ليغ 2011. ترجع الكرة وتمشي طويلة، ملعوبة بعيدة في ضربة راسية عن طريق وليد ريشي، ضربة الراس وسط الميدان، بداوا ياخذوا في النسق نتاعهم، بداوا ياخذوا خاصة في الأفضلية في وسط الملعب. ترجع كرة من حسين الراقد، حسين الراقد يعطي كرة ممتازة، تتهيأ الكرة مرة أخرى عن طريق المساكني، المساكني أو اللاعب حر، شاهدوا كيما الإلكترون ليبر في أي مكان يمشي المساكني، المساكني حاول يدخل، يوسف المساكني، يوسف المساكني يعطي باس نيانغ، نيانغ كرة ممتازة والكرة تقطع من الدفاع، كرة تقطع من الدفاع، ترجع عن طريق المولي، المولي كرة بعيدة، كرة يضيعها العوادي، هو التماس لنادي مازيمبي، وكرة ضاعت من القائد شمام. 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، هذه الكرة الأخيرة، هنا الكرة لفريق الترجي، شوف فول في اليمين كان أفضل، كان من غير أدنى رقابة فول، التركيز على هذا الثنائي يعني يلعبوا بعضهم الآن من سنتين أو موسمين، يعني كنيانغ المساكني يعرفوا بعضهم برشا، يلعبوا مع بعضهم برشا، لذلك ممكن ما فكرش في فول كخيار من اليمين، كان من غير مراقبة، كان من غير ضغط من دفاعات المازيمبي. خارج الكرة من يانيك، يعني كنيانغ في خطأ، خطأ للترجي التونسي، خطأ لفريق الترجي التونسي عن طريق بطل افريقيا زامبي ايموندي. 5 لاعبين من مازيمبي موجودين على قائمة الاختيار لأفضل لاعب افريقيا 2012 على المستوى المحلي او حتى بدخول البرو، وانا نقصد في رينفورد كلابا اللاعب الغائب البارز اللي اصاب مع سونزو، وسط الميدان نتاعهم اكيد بهذه الغيابات لن يكون بنفس الاداء ونفس القيمة بصراحة. كرة ثانية أخذها مازيمبي، كانت تسبقنا ممكن يضغط الترجي التونسي، ترجع الكرة عن طريق اللاعب كولو كوتا، كولو كوتا يوزع كرة طويلة، ترجع بهدوء عن طريق شمام قادمة من بالمنصور، شمام يلعب كرة عن طريق المساكني، خارج كرة وطلبها في الوسط، برافو، جي الكرة عن طريق فول، واحدة اثنين يدخل عوادي، فيها خطأ وفيها ورقة، فيها ورقة صفراء، يخرجك الصفراء، يخرجك الصفراء فيها الليلة، خارجك الصفراء، ورقة صفراء، نعم، نعم بدر ديتا كوريكت، ورقة صفراء لفريق المازيمبي، اللاعب رقم اثنين جويل كيمواكي، جويل كيمواكي في ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للترجي التونسي. 20 طيب بونتو، الشوط الأول مهم جدا أنه ننهيه متقدمين 1-0، نفسيا يتحرر الفريق، تمشي كرة عن طريق يوسف المساكني بينه وبين المولي، كرة للترجي التونسي لمباغاة كيديابا، يمشي المساكني يساعد الحارس الروبير، كرة من روبير كيديابا، 36 سنة هذا العملاق روبير كيديابا، ربح كل شيء في الكرة الكونغولية، ربح الشان مع منتخب الفهود الليوبار، وربح الشامبيونز ليج مرتين مع مازيمبي، فريق اللي لعب نهائي كأس العالم الأندية 2010، فريق قوي جدا من الناحية الفنية والفنية ومن ناحية البالماريس التاريخ، فريق عنده 5 ألقاب إفريقية، 4 شامبيونز ليج، واحدة في كأس الكؤوس عام 80 على أفريكا سبور في الفاينل، وربح مرتين السوبر الإفريقي، مرة على الفتح الرباطي ومرة على الملعب المالي، واثنين كنهائيات تلعبوا في ستاد دي لا كينيا الملعب السابق الاكس دي لومبومباتشي لنادي مازيمبي. جويل كيمواكي هارج الكرة عن طريق كولو كوتا، كولو كوتا ما يخوش تيران عليك، برافو، كرة تبقى في تماس لنادي مازيمبي، تماس ام اشر لخطا الحكم السنغالي بدر دياتا، تابعوا الكرة في قادم اللحظات هنا في ستاد رادس الوطني، النتيجة ما زالت متعادلة سلبا، 0 الترجي الرياضي 0 مازيمبي، فما خطا، فما خطا صحيح وموجود ضد المساكني على كولو كوتا، لعب قلق برشا الترجي التونسي في ماتش الذهاب بالصعود المستمر. ترجع الكره لفريق مازيمبي، كره عن طريق اللاعب لونغو، رتبان الكره الثابته هي السلاح الاستراتيجي في هذه المباراه، ذات التوازن، ذات التكافؤ، ذات التقارب في الامكانيات والمستويات،
تنبيه من الحكم على بوتو والسامح الدربالي. الاثنين عندهم ورقه صفراء من ماتش الذهاب. اللي يترشح النهائي يلزم يرد باله في الكروت، ونتمنى ان يكون الترجي ممثل الوطن. 28 دقيقه لعب في الشوط الاول، في كره لنادي مازيمبي. الترجي ممكن يعتمد دفاع الخط في هذه الكره. لونجو لونجو يمشي للتنفيذ في 28 دقيقه لعب لنادي مازيمبي. فريق القوي لو تو بويسون اللي تاسس 1937 وبدا كاسم انجلبرت. ترقب لهذه المخالفه الكونغوليه. يمشي الفريق الكونغولي عن طريق لونجو. الثلث الاول للتايم للماتش. حذاري من الكوره، برافو لهجري، برافو لهجري على الكرات العاليه، الكرات الفضائيه. كرة تبقى في التماس وكرة تبقى في مناطق الترجي وبحوزة مازيمبي. كرة تبقى من تماس للكونغولين عن طريق كولو كوتا. كولو كوتا خطيرة في 18، يوزع القائم الثاني. أكثر تركيز، كرة كانت صعبة نسبيا على فريق الترجي والحارس المعز بن شريفية. ستتهيأ الكرة إذا من ضربة مرمى 5.50 للترجي الرياضي. جوزيف يانكنيانغ 4 أهداف في البطولة هذا العام، لكن لم يسجل من 3 مباريات تقريب في كأس أفريقيا. يظهر لي أهم مباراة لهذا الجيل. كرة من هاريسون أفول، ممتازة هاريسون، روعة يا ولد يا ولد. البلاك ستارز أول لاعب يسجل في نهائيين وربعاتهم في كأس أفريقيا في الفاينل في الشامبيونز ليج. سجل في نهائي 2010 1-1 هدف ما ينفعش، وسجل في 2011 الهدف اللي حقق البطولة. أرجع للمباشر، جميلة يا ولد يا بلاك ستارز. تمشي هاريسون أفول، هاريسون أفول، الكرة الثانية عن طريق العواضي. يدخل العواضي، يمشي من اليمين الترجي دربالي، دربالي وكرة سيئة من سامح. تمشي سال الحارس روبرت كيديابا. نصف ساعة الترجي أخطر. الترجي عمل 10 دقائق 13 دقيقة من على التراس. ثم المباراة توازنت أكثر بدخول مازيمبي في الماتش، والمباراة متكافئة وهي الآن كحرب العصابات بين ظفرين. هي حرب المناوشات الكروية بين هذا وذاك، فترة من هنا ومحاولة من هناك. الكرة ستعود لفريق الترجي الرياضي التونسي. ستتوفر الكرة للترجي الرياضي دقيقة 30 بالضبط في زمن الشوط الأول هنا في استاد رادس. ما زالت أصفار مباراة ترجي مازيمبي. بن منصور يمشي الخليل شمام، تماس أوت للترجي الرياضي. الترجي حضر نفسه لكل سيناريوهات وكل الاستراتيجيات الممكنة، حتى ضربات الجزاء الترجيحية حضر لها معلول مع الفريق في هذا الأسبوع اللي كان فيه 5 حصص تدريبية، منها 2 كانوا يكلوا بدون جمهور من أجل التركيز ومن أجل تثبيت الخطة والتشكيلة. يمشي كرة دربالي، دربالي أفول، دربالي مرة أخرى، يسدد دربالي وكرة في التماس. التماس للترجي الرياضي التونسي. ما زالت النتيجة قائمة على سكور الذهاب 0-0 في لوبومباتشي. كرة تمشي من سامح الدربالي، دربالي يمشي يانيك، يانيك نيانج، يانيك نيانج يعطي كرة ممتازة، فرصة كبيرة يا المولي. شوف القادمون من الخلف، دور وسط الميدان، والكرة تمشي للترجي، وين الرأسية هيا، والكرة ترجع لهاريسون أفول، ترجي يرجع يضغط، هاريسون أفول، هي الكرة بالرأس، هيا، هيا المولي، والكرة ركنية، أو ضربة مرمى للترجي الرياضي. شوف الدور العصري لوسط الميدان، اللاعب القادم من الخلف بالبيفو الارتكاز. في دقيقة جاب كورتين هدف، في كورة خلق فرصتين للتهديف المولي. فرص تضيع من الترجي الرياضي اللي حتما كان أخطر وأفضل، وأنا نشوف الفرص اللي يخلق فيها الترجي في نصف ساعة في رادس ما خلقهاش مازيمبي ماتش كامل في 90 دقيقة. جاتهم تقريب كورتين بتاع فرص حقيقية للتهديف في لوبومباتشي، خاصة الكورة الأخيرة في دقيقة 90. عدا ذلك الترجي نجح وتوفق دفاعيا. الآن يلزم نسجل هجوميا لأنه بالإمكان. مازيمبي في الدفاع هو كأنه قلت أنا في ماتش الذهاب براسين مازيمبي، راس ما يرحمش يلدغ اللي هو القدام الهجومي، والراس اللي هو الدفاعي اللي هو بالفعل أو الذنب أو الذيل الدفاعي اللي هو حقيقة نقطة الضعف في فريق أمامكم في الصورة. لامين دياي الكوتش السنغالي، درب السنغال أسود التيرانجا في كان 2008، كان تقابل مع تونس 2-2، بونتويت عصام جمعة ومجدي تراوي. ترجع كرة لكولو كوتا وكاليوتوكا، كولو كوتا كاليوتوكا صار يلعب في الدوري القطري، مهاجم الخطير رقم 15 في نسخة 2010. يرجع بالكرة المساكني، المساكني المساكني، وكرة تضيع. نلعب أكثر يا يوسف،
والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الكونغولي. رد بالك وحدك، رد بالك، دير بالك، دي كان وحده رجعها خلفية للحارس بن شريفية. ترجع الكرة للترجي الرياضي، يقاتل عواضي، يسبق لونغو، تتحذر بالرأس ولكن ترجع من فول في فورم الهاريسون، في فورم الغاني. ورقة، ورقة وخطأ، خطأ، خطأ، مش ورقة صفراء أوكي، لكن خطأ للترجي الرياضي. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي. هنا الانطلاقة متاع الغاني الراجع من السابعة، من الدفع ممكن تتعطى فيها صفرة مقبولة، مانيش نركز وقلت على هذه الأمور. ترجع كرة الترجي الرياضي، خرج له يوسف المساكني على اليمين، لا دربالي، يدخل الآن المولى الراقد حسين الراقد، حسين الراقد تمشي كرة عن طريق بن منصور، بن منصور للترجي الرياضي لجوزيف ياني كنيانج، ياني كنيانج يسبق اللاعب كيمو كي، كرة ترجع للترجي على اليمين يوسف، على اليمين يوسف يشد الكرة أكثر من اللازم، يشد الكرة أكثر من اللازم المساكني، والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الكونغولي. ثلاثة رد بالك الجاي على اليسار، على اليسار رد بالك، مش ممكن، مش ممكن لساديسو، وكرة خطيرة وتسديدة ومن لطف الله، مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول مثل هذه الكرات، مش معقول هذه الأمور بالنسبة للاعبين، لكن مش معقول لساديسو خرج راس راس. أخطر فرصة لمازيمبي، كرة كاس لمازيمبي، كرة فاينل لمازيمبي. شوف الكرة متاع بوتول، كلهم مشاو على اليمين، الكلهم مشاو على اليمين، واحد يمشي على اليسار، كرة خطيرة، الشمام متأخر، لوساديسو يخرج راس راس، والحمد لله أنه لوساديسو ضيع هدف محقق لدو بويسون مازيمبي. ما فيش كلام، هذه كرة هدف كلها تجري على اليمين. فرصة كبيرة جدا وخطيرة جدا على دفاعات الترجي الرياضي التونسي. شفت الكرة هي فرص وتسيين الترجي الرياضي، جاتوا تقريبا ثلاثة فرص، خمسة محاولات حقيقية للتهديف ضاعوا. مازيمبي أول كرة كان ممكن يعاقب الترجي على الفرص المهدورة، كانت كرة خطيرة وخطيرة جدا لمساكني. هذه الكرات اللي تضيع قدام كيديابا بعد 60-70 متر على جولنا، تقطع الكرة ترجع مرتدة ما ترحمش، كي يبدأ وراها تريزور ما بين بوتو. فرصة كانت كبيرة لمازيمبي للتسجيل ومعاقبة الترجي، ولكن الحمد لله مشيت سلامات. فرصة كبيرة، فرصة كبيرة لمازيمبي في الدقيقة 35. مات الصعب، صعب جدا، الترجي ما استغلش البدايات، ولكن النهاية إن شاء الله تكون هي السعيدة. ترجع الكرة لبن منصور، بن منصور يلعب المولي، خالد المولي، المولي يحط كرة، كرة عن طريق الهيشري، ممكن يكون ماتش الوحدة بلاش هذا. يمشي وليد الهيشري، وليد الهيشري بكرة طويلة، هو كرة ضايعة، كرة ضايعة ما نعرفش شكون، كرة تمشي للحارس روبر كيديابا من وليد الهيشري. ربح الشامبيونز ليغ، ربح الشان، لعب كاس عالم أندية، مهم جدا التركيز بن منصور والهيشري في اللاكس والأطراف. كرة ستعود من روبر كيديابا، فريق مازيمبي الآن يسير المباراة طريقة اللي يحب عليها، لأنه لامين دياي يحب يخرج الشوط الأول طاولة 0-0. إن شاء الله الترجي يسجل في الدقائق الأخيرة، لأنه 0-0 بعد شوط أول في الماتش الثاني في أعقاب 0-0 يعني معذب نفسيا. أنا مع الجماعة في الاستوديو، مع هشام وكابتن محدين وكابتن حسام اللي حكاوا بالفعل أنه الوضع النفسي للترجي فيه برشا ضغط. شمام، شمام يسدد كرة تبعها يانيك، وركنية، ركنية للترجي الرياضي التونسي. ماتش كرة ثابتة هذا، هذا ماتش بالاريتي، تحط كرة بالراس، اطلع إلى هيشري ولا بن منصور، عندكم سنين ما طلعتوش وما حطيتوش كرة بهذه الطريقة في الشبكة. هذه الكرة للركنية، الركنية يدخل فيها المساكني، المساكني والراسية العارضة، أحيي اللي تمنيتها، لكن خسارة يا العارضة، خسارة، خسارة يا العارضة، لو كانت العارضة رجل لانتقدته، ولو كانت الكرة في الشباك لشكرته. الراسية ممتازة جدا، أظنه كريم، أظنه كريم العواضي بالراس، بالفعل العواضي ممتاز جدا، ممتاز جدا، اللاعب يعرف قيمة البلازمون، فماش خير منه في وسط الميدان في تونس الآن في التمركز متاعه في الكرات هذه. إن شاء الله تحير الترجي، إن شاء الله تحرك الترجي، إن شاء الله يتكلم الترجي بلغة الأهداف. يمشي يانيك نيانج، يدخل كامروني، كامروني يانيك، هو واقف في خطأ، في خطأ. الكرة الثابتة مرة أخرى، قلت لك ماتش كرة ثابتة، وشفت اللقطة. فرصة كبيرة للترجي الرياضي التونسي، عملية تمسك ما فيش كلام على جون كاسسولا، جون كاسسولا اللي عنده ورقة صفراء في ماتش لوبو ماتشي في استاد تيبي مازيمبي في الدقيقة 38. كرة تمشي بكرة ثابتة، رد بالنا من
الركلي نتاعهم. كرة ترجع للفريق التونسي، كرة تمشي من شمام، شمام والحارس كيديابا يهتز كيديابا الحقيقة في مثل هذه الكرات. هذا ما ألاحظه على الكرات الثابتة، حذر من الكرات المرتدة. الكونتر اتاك من مازيمبي، يطلع أربعة خمسة من لعبية، هذا الأخطر هذا الغول، يمشي ما بين بوتو، تطير الكرة واحدة اثنين، تبقى معاه كرة الدربالي، وحتى كانت خارجة يا سامح، سامح الدربالي، سامح الدربالي شو يعمل؟ ابعد يا راجل. ترجع الكرة للمولي، المولي دربالي، دربالي للترجي، ترجي العواضي، العواضي خرج كرة لمن؟ يضغط الترجي هذه ناخذوها نحن، برافو المولي. كرة ترجع لفريق مازيمبي عن طريق لونجو، لونجو من اليسار يمشي عن السماطة، يوزع كرة على القائم الثاني، وتسلل للترجي الرياضي، تسلل للترجي الرياضي أو لا؟ لا مازال كرة سليمة، مشروعية الهجوم الكونغولي. والكرة ترجع بالمنصور، بالمنصور دربالي، أسرح يا دربالي والقلب داعيلك، يمشي الدربالي يحط كرة الترجي الرياضي المساكني الدربالي، أفول أفول اليانيك كان كونترا، يمشي يانيك، يانيك نيان، يانيك ما شاء الله وصلها، وصلها يانيك يا جوزيف يانيانك. كرة تبقى للفريق الكونغولي مازيمبي. يرجع الترجي باهي دور كبير وسط الميدان، الراقد والمولي، كرة من أفول، أفول يعطي كرة، كرة تبقى لفريق الترجي الرياضي، خطأ آخر، خطأ ليوسف المساكني. ثم تدخلات قوية من فريق مازيمبي، وكرة للترجي الرياضي طايح أكثر من واقف، ولكن لازم نكون واقفين. هنا خطأ واضح على الفريق الكونغولي، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، الترجي كان أفضل، الترجي كان أخطر، ولكن لحد الآن النتيجة ما زالت متعادلة. هذا سينكالا لاعب الزامبي، هو ممكن قلت من ماتش الذهاب انه مازيمبي الكونغولي الزامبي، خمسه لاعبين اساسيين من زامبيا ابطال افريقيا، منهم سينكالا، منهم الرايع سينغولوما، منهم ايموندي، ومنهم الغائب سونزو، والاخر الغائب البارز للاصابه رينفورد كلابا. 40 دقيقه لعب في الشوط الاول، يانيك نيانك، يانيك نيانك حطها تحت الزاويه التسعين في استاد رادس، ما تحطها ليش في ياوندي، خير خلي شوت شمام، شمام بذكريات اهداف اصطادها من هذا المكان لاصطياد الغراب، والكرة تمشي، والكرة روبر كيديابا، روبر كيديابا يتصدى روبر. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، والنتيجة ما زالت على تعادل سلبي 0-0 في نصف المشوار للماتش الثاني، خمسة دقائق ما زلنا، والكرة تمشي سينغولوما، برافو عواضي ممتاز، المولي يعطي كرة، ترجع عن طريق يانيك نيانغ، يانيك نيانغ هاريسون أفول، أفول يعمل في سيمي فاينل على مستوى عالي الغاني، البلاك ستارز هاريسون مع يوسف، يمشي أفول، يدخل أفول، الآن الكروس، هاريسون أفول، يحط الكرة أفول، يحط كرة وصل، ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الراقد، الراقد يوزع كرة للمنافس. لو نعمل إحصائيات ونلقى شطارها للمنافس. كرة ترجع مرة أخرى السماتة. سماتة وخطا موجود طبعا للفريق الكونغولي، كرة ستعود لمازيمبي، ممتاز جدا خالد المولي في هذا الشوط الاول، تبارك الله عليه في كل مكان، شفناه في الدفاع في اللاكس يدخل يعاون الهجري وبن منصور في الوسط يمين يسار، شفناه كانوا راس حربه في الدوزيام بوتو القائم الثاني يسدد كرات، مجهود ممتاز جدا المولي اللي جاته ثوره الشباب بعد الثلاثين، خالد المولي اللاعب السابق للنادي الافريقي والمحترف في النرويج، وصار دولي بعد خمس سنوات في تشكيلة الترابلسي، بينما هنا كرة ترجع مرة أخرى خطيرة المتابعة، وكرة تمشي ضربة مرمى، تمشي ضربة مرمى، امبوتو يقول إعاقة من بن منصور، بن منصور يحط بدنه، يغلف بدنه هنا، يغلف بدنه كما نحي شوية ديك عش ولدي، والكرة ترجع للفريق التونسي للترجي الرياضي، كرة ستعود لبن جريفية. هذا هو تريزور ما بين بوتو، يمشي كرة عن طريق المولي، المولي بن منصور، بن منصور يرجع خالد المولي، إن شاء الله الشوط الأول ما نخسروش هذا المجهود بدون تقدم، لأنه كي تشوف الشوط الترجي يستحق 1-0 الحقيقة التقدم. ترجع كرة مرة أخرى، لحد الآن محضرين ماتشنا مليح، الآن يبقى التسييم، والكرة ترجع عن طريق بن منصور، يمشي بن منصور يعيد الكرة على يانيك نيانك، وترجع في متابعة كيديابا، كرة ترجع من روبر كيديابا. نلعب في ثلاثة دقائق أخيرة نهاية الشوط الأول هنا في استاد رادس، النتيجة 0-0، الترجي مازيمبي في طار النصف النهائي
الافريقي. نصف النهائي الاول باعتبار الثاني غدا سيكون الطرف الثاني الفينال بين الاهلي المصري وسانشاين بمعطيات 3-3 ذهابا في نيجيريا. وبالتالي خبرة الاهلي قوة الاهلي تجعلني مثل ما تجعلكم تؤكدون على ان النادي الاهلي سيكون طرف في الفاينل ان شاء الله في نوفمبر القادم. نرجع الكرة للترجي الرياضي، نتمنى ان يكون نهائي عربي عربي. والسفير المصري على فكرة عمل زيارة ودية تذكر وتشكر للحديقة باع مركب الترجي التونسي للمساندة مع الأماني أن تكون المباراة النهائية عربية عربية بين الأهلي والترجي التونسي. يمشي بالكرة بالمنصور، بالمنصور المولي، كرة من المولي، يمشي المولي يلعب الكروس لونج، الكرة الثانية ياخذها إيمونتي الزامبي، ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان للترجي الرياضي، العواضي، العواضي تدخلات يلعبوا صحاح الزامبيين، الزامبيين الكونغوليين سماتا التنزاني، يمشي علي سماتا 13 جنسية في ماتش الليلة، والكرة تمشي من علي سماتا، علي سماتا ما يوزعش، ترجع الكرة سماتا، رد بالك بالمنصور، رد بالك بالمنصور، باية، ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق المولي، المولي في باس، كرة المساكني حاول يدور، المساكني يخسر الكرة ولكن يربح خطأ. يربح خطأ، ضغط كبير على المساكني في قيادة هجوم الترجي. لكن الترجي نشوف فيه يلعب برشا ذكي اليوم، برشا متنفسات، فما المتنفس أفول، فما الرئة القادمة من الخلف العواضي اللي عمل شوت جيد، والكرة ممتازة لمساكني، لمساكني يا ولد يا ولد يا مساكني، خسارة سبقها، خسارة سبقته، خسارة سبقها، خسارة، لمسة زايدة بصباع صغير هربت عليه. ترجع كرة للترجي، ترجع كرة للترجي الرياضي، والكرة في خطأ، والجرينتا خرجت من الراجل، جاي من حسين الراجل. هنا المراوغة الممتازة، هنا القيمة الفنية، عام استثنائي 2012 يوسف المساكني هداف البطولة التونسية 17 هدف مع 5 اسيست، اللاعب موجود في قائمة الاختيار والانتظار لأحسن لاعب افريقي محلي. ولو الترجي يكسب البطولة ستكون حتما للمساكني ايضا ادخل وهو محلي في قائمة احسن لاعب افريقي في المطلق، اللاعب اللي موجود ايضا في اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء كلاعب من بين اللاعبين اللي يترانوا على اللاعب الابرز الشعبيه في العالم. لكن حذاري من كولو كوتا، كولو كوتا يوزع ترجم الدفاعات الترجي، ترجم مره اولى، تمشي مره ثانيه كونغوليه تغطيه والحارس، ترجع الكره عن طريق معز بن شريفيه. 45 دقيقه الشوط الاول يسير نحو البياض، ولكن نتمنى ان نضرب الضربه القاضيه في الوقت القاتل. دقيقة فقط، دقيقة فقط، الوقت ما يسعفش، حذاري من ان يسعفهم الوقت بهذه الهجمة. ترجع كورة ضغط ممتاز العواضي، ان شاء الله ما يتعبش كيما ماتش لوبوماشي، لاعب مهم جدا، والكرة ترجع لنادي مازيمبي، آخر أتاك للكونغوليين عن طريق نكولو كوتا، وكورة إلى ركنية من بن منصور، ركنية من بن منصور. يبقى خطير جدا الهجوم الكونغولي. الترجي في الشوط الأول صفر أكيد، لانه بعد هذه الركنيه الحكم بدر دياتاب شي زفر، ان شاء الله مازيمبي يوفى الشوط ايضا في صفر. نحكي بلغه الاهداف لانه الوقت انتهى، اخر كوره، اخر شانس، اخر فرصه لو تو بويسون مازيمبي. كره تمشي من تريزور ما بين بوتو، مازيمبي اللي ما خسرش في النصف النهائي في اخر نسختين 2009 ربح في السودان 5-2 الهلال، و2010 تعادل في القبائل في الجزائر 0-0. ترجع كرة بالراس سهلة، سهلة عند الحارس معز بن شريفية. إذا رسميا بدر دياتا السنغالي يطلق صافرة إنهاء الشوط الأول من مباراة ويوم العبور لنهائي الشامبيونز ليج 2012. الترجي الذي توصي 0، لو تو بويسون مازيمبي 0. الترجي كان أفضل، كان أخطر، كان أقرب، ولكن غابت الأهداف. الشوط الثاني نتمنى أن نتوفق هجوميا من أجل الانتصار ونواصل الصمود دفاعيا بغاية التأهل. حارس مرمى بن شريفية على أطراف دربالي الشمام، المحور اللي يجري بن منصور، وسط الميدان مولي الراقد عوابي، أفول مساكني على أطراف، ويني كنيانج جوزيف الكامروني كرأس حربة. دقائق ولحظات وينطلق الشوط الثاني. صورة لمدرجات رادس والترجي التونسي، جمهور الديموراه في مثل هذه المحافل الدولية الهامة. ماتش آخر يبقى تاريخي اليوم بتاريخ 20 أكتوبر 2012، 3 أشواط بدون تشكيل، 0-0 ذهابا في الكونغو، 0-0 لقاء العودة في الشوط الأول. والشوط الثاني سميه كما شئت، شوط الحسم، شوط الفصل،
شوط كسب الرهان، شوط النجاح في التحدي ليكتب التاريخ ويتأكد المجد لهذه المدينة الجميلة. فريق العاصمة تونس بحي الشعب، أين تاريخ التأسيس ومستقر الفريق؟ باب سويقة. إذن الشوط الثاني، جماهير الترجي تواصل المساندة وتواصل التشجيع في الشوط الثاني. سينطلق في لحظات، الحكم هو السنغالي بادر دياتا حكم الترانجا. 30,000 متفرج تقريبا اليوم في استاد رادس، ننتظر دخول الفريقين. الترجي مشكل الحقيقة، تسيب لم نتعود به في المشاركة الإفريقية من نسخة معلول العام الماضي، وينو الفريق 255 دقيقة بانتهاء الشوط الأول. عندنا 255 دقيقة ما حكيناش الكرة في الشبكة، يعني من الهدف متاع يوسف المساكني بالنيران الصديقة بمساندة ومساعدة المدافع النيجيري للسانشاين ستارز في ماتش انتهى في سبتمبر الماضي 1-0 للترجي التونسي هنا في استاد رادس الوطني. إذن 255 دقيقة برشا على الترجي وجمهوره وعلى إمكانيات الفريق وعلى الفرص اللي يخلق فيها الفريق، خاصة في هذا اللقاء، اللقاء المرتقب واللقاء المنتظر، قمة المعارك وليلة العبور في استاد رادس، الترجي نادي مازيمبي. الآن الشوط الثاني لكسر التعادل والابتعاد عن لعبة اللوترية، الحظ في مجازفة ضربات الترجيح. الترجي يلزم يسجل هدف لينتصر بإذن الله، يلزم نسجل وما نقبلش. كان ممكن وكان الأجدر وكان الأحق أن يتقدم الترجي في الشوط الأول 1-0 أمانة، وبعد نلعب على هذا المعطى للضربة القاضية في الشوط الثاني، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الأداء ممتاز ولكن النتيجة ما مشاتش، إن شاء الله في الشوط الثاني حتى لو الأداء يتراجع، المهم الماركي، المهم نربح. جوزيف يانيك نيانغ دور كبير، شفنا طبعا اللغة التكتيكية في الاستوديو التحليلي، حسام كابتن موحي وهشام، وانا ايضا نفس الفكره لهشام، انه يعني كنيان كابتن موحي لما يطلع هو يطلع معاه جوال كيمواكي رقم 2. لو تتبع معانا وتركز معايا تشوف انه جوال كيمواكي دائما يسحبه يعني كنيان الى حدود 30-35 حتى 40 متر، وبعض الاوقات يقرب الوسط ويخلي العواضي او المولي يدخلوا من الخلف في دفاع نادي مازيمبي. روبير كيديابا، اتمنى ان اقولها، اتمنى ان اغنيها، أتمنى ينبوتو أن أقول من ذاكرة الأيام ينهزم مازيمبي، انتهت أفلام مويز وبدأت الأقلام تكتب أنا البطل يا عيسى. هذا ما نتمناه، ولكن الشرط هو الهدف، الشرط هو مباغتة هذا العملاق، الشرط هو الدخول لشباك وعريني مازيمبي القوي الكونغولي. تنطلق المباراة بصافرة بادر دياتا. الشوط الثاني والنتيجة بيضاء، هو خطأ منذ الانطلاق للفريق الكونغولي مازيمبي. اللحظات الأولى إن شاء الله الصورة تتواصل من رادس، ولكن إن شاء الله الساعة أيضا ترجع على شاشات البلاس 9 لنتابع اللقاء لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة. هذه مباراة كل الحسابات الممكنة أمانة، 12-13 لحظة ثانية في بدايات الشوط الثاني، الجمهور ينتظر مباراة أعصاب، مباراة حقيقة فيها شد العصبي رهيب من الجانبين. والتسديدة في كرة ترجع عن طريق وليد الهجري، يرجع وليد الهجري من غير خطأ هنا، ترجع الكرة مرة أخرى لأفول، هاريسون أفول يخارج كرة هاريسون، يانيك نيانغ، شوف يانيك إيش يعمل، شوف يانيك، يانيك نيانغ لامش يقلب كرة على اليسار، يانيك، يانيك يحط كرة في خطأ، الحكم كان ممكن أدفانتج، ترجع من لمسة المساكني، المساكني الشمام، الشمام ما يتلعش برشا باعتباري وقت اليمين، فيه الخطير سماتة قدامه، وفما نكولو كوتا اللي عنده تعليمات أيضا دفاعية صارمة من المدرب لامين دياي أنه ما يصعدش لخطورة الرواق اليساري للترجي اللي فيه شمام قدامه يوسف. يوسف يحاول يهرب من الرقابة يدخل من الوسط، شفناه برشا مرات في الشوط الأول. الترجي أخطر من الجانب اليمين والكرة ترجع للترجي الرياضي، يعطيه المباشر، ما عادش الصورة، صورة الريبلاي الوحيدة اللي عادة بالباطين حبها في الهدف متاع الترجي. يا ربي ترجع الكرة مرة أخرى، هاريسون أفول، هاريسون، هاريسون أفول، كرة على القائم الثاني وأوت، أوت، تماس، تماس أو ضربة مرمى، كيف سيكون القرار للمساعد؟ أجواء كبيرة جدا في استاد رادس، استاد المواعيد الكبرى، اليوم المواعيد الكبرى. الترجي يتوفر على فرصة وفيها، فيها هذه، فيها الحقيقة بادر دياتا ممكن أول غلطة، لكن غلطة فلقة، هذه يظهر لي فيها ضربة جزاء، جيبوا جمال الشريف يحكم ويقول
نبتعد على الانتماءات، ولكن أظن هذه كانت 80% ركلة جزاء للترجي الرياضي. نعت منها يا بدر دياتا، جاتك في الريبلاي بارد شوية، كان جات في السخونة في اللايف برا عاد. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، تمشي كرة طويلة، ترجع مرة أخرى كرة للترجي الرياضي عن طريق شمام، شمام للترجي الرياضي، تضيع الكرة، ترجع مرة ثانية عن طريق جوال كيموكي بن منصور، ردبانة من هذه الكرات البلياردو والتسلل. هاو كنوم الكرة، رجع وباش يخرج راس. هيا فيق يا ليجري، هيا فيق يا بن منصور، اليوم كل واحد فيكم يلعب 40. هذه شو اسمها ما نعرفش. ترجع الكرة مرة أخرى لوليد الهجري، وليد الهجري للترجي الرياضي التونسي. بن شريفية، معز بن شريفية، 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، الترجي 0 مازيمبي 0. ترجع الكرة للترجي الرياضي، خالد المولي يطلع للضغط الفريق الكونغولي وسط الميدان، لكن عملية دفع واضحة، يستفيد منها العواضي، يستفيد منها العواضي اللي يقدم شوط جيد. إن شاء الله بدرين يقدر يكمل خاصة الراجع من إصابة. ترجع كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، هاريسون أفول، حل من الحلول، وكرة للترجي الرياضي التونسي من التماس عن طريق سامح الدربالي. كما قلت، إذا كتب لنا نشاهد أهداف في هذا اللقاء فسيكون الهدف الوحيد 1-0، أتمناه من جانب الصفرة والحمراء باللونين الأعم والأشمل والأهم والأحلى، النجمة والهلال الأحمر والأبيض. ترجع الكرة على خطأ، ترجع الكرة على خطأ ضد جوال كيموكي. ما نستعجلوش، المهم ما نقبلوش راهو. ترجع الكرة للترجي الرياضي، هدف إن شاء الله سيأتي، ديما تحافظ على حظوظك. ترجع الكرة عن طريق المولي بن منصور، تمشي كرة من بن منصور، بن منصور يوزع كرة سهلة للحارس، كرة ترجع للحارس روبر كيديابا في بدايات شوط ثاني. النتيجة 0-0، نتيجة هي ذات سكور الذهاب هناك في استاد لوبوماتشي، استاد التو بويسون مازيمبي. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي عن طريق سينغولوما، وكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي، أو ركنية لفريق مازيمبي. في بعض الأوقات هذه كرة كان ممكن تفاديها، حتى بدنا بعد خسر الكونتاكت ضربت فيه كرة وركنية كانت مجانية هدية لفريق مازيمبي. الله يستر من هذه الكرات الثابتة، هدف سيأتي بكرة ثابتة إن شاء الله للترجي الرياضي التونسي. بينما هنا كرة من تريزور مابين بوتو، يمشي مابين بوتو، رد بالك، الكرة ترجع للدفاع التونسي، تماس، هاريسون أفول يضغط، ولكن كرة أوت لفريق الترجي الرياضي. آخر ملمسة الكرة لاعب كونغولي، أو الحكم يقول خطأ، ترجع للترجي الرياضي. هي في كلتا الأحوال وكلتا الحالتين وكل الأحوال للترجي الرياضي. ترجع كرة لخالد المولي، يمشي كرة لبن منصور، بن منصور في وسط الميدان، أكيد التراوي بشي يدخلوا نبيل في آخر المباراة. إن شاء الله نتمنى يدخل بشي يأمن النتيجة، بشي يحافظ على السكور، وممتازة 1-2، يمشي يكمل فيها الشمام، كرة ما زالت في الميدان، ترجع الكرة كونغولية للقوي نكولوكوتا، يلعب الكرة مع جويل كيمواكي. كيموكي وزع كرة، الهجري ياخو كرة، الهجري ترجع كرة صعبة بن منصور، ممتازة، يمشي الراقد الكونتاكت والتاكلينج والكرة تماس للترجي الرياضي. نعم فما روح، فما جرينتا من حسين الراقد باهية برشا. ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق وليد الهجري، وليد الهجري في أواسط الملعب للترجي الرياضي، رد بالك من الضغط، راقد الوليد، كرة الهجري لعلها لحظة الولادة للهدف، لكن كرة غالطة، هي لحظة توتر، هي لحظة صعوبة. يمشي بوتو يسدد وما بين بوتو، كرة في الأوت. لا للتسرع، لابد من الهدوء في هذا اللقاء، اللقاء الصعب على الفريقين. الترجي الرياضي التونسي حس نفسه ما تحررش من هذا الضغط النفسي، الكاهل النفسي، في قل طبعا البريسيون والضغط أمام جمهور وانصاره. تمشي كرة ممتازة، كمل فيها دربالي، واحدة يا دربالي للركنية، باهي يا سامح، باهي يا دربالي، كرة للترجي الرياضي التونسي يا ولدي، ماتش كرة ثابتة، واحد باش يطلع بالراس ويحطها في السيمتر. كرة تبقى لفريق الترجي الرياضي التونسي، هنا الركنية روبير كيديابا، 36 سنة، حارس نادي مازيمبي، حارس الفريق الكونغولي، بطل الكونغو 11 مرة، سحب 5 كؤوس محلية، لكن شورتو كانت بافريقيا ب6 ألقاب و7 كؤوس قارية، بالراس والهدف يضيع، مش ممكن على الكرة التايهة، مش ممكن على الكرة لما تضيع والكرة لما ما تحبش.
الكرات الثابته هي السلاح، ركز عليها. الشمام يمشي، الشمام ما تلومش بالراس، فماش متابعه بالساق والكره تضيع، الكره تضيع ونمنع من سياقه ونسوق للجماهير فرحه الهدف الاول للترجي الرياضي. فرصه كانت كبيره، كره امام المرمى امام حارس روبر كيديابا، تمشي الكره من حارس الكونغولي لمازيمبي، كيديابا ترجع الكره بالراس عن طريق مبوتو، يركز على المرتدات باهي من راقد، ترجع حسين لمسه واحده الباس، تخرج كره في تمريره اخرى، الكره عن طريق يانيك، الكنترول ممتاز، يمشي نيانج، يدخل نيانج الكامروني، وفي خطا للترجي الرياضي، في خطا للترجي الرياضي. هدوء، لابد ان نلعب على الكرات الثابته، لابد ان نستفيد من الكرات الثابته. وجوال كيموكي عنده ورقه صفراء، باش يخرج الجوال، باش يشربها اليوم جوال كيموكي. ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي، 8 دقائق لعب في الفتره الثانيه. الراقد يحكي مع بدر ادياتا، يقول له اوكي الفاول، ولكن فما ورقه جوال كيموكي مكثر لها بالضرب، والكره تمشي للترجي الرياضي التونسي عن طريق المولي خالد المولي. يمشي خالد المولي، حط كره على القائم الثاني، وليد العيشري، ركنيه للترجي الرياضي، ركنيه ولا ضربه مرمى؟ ضربه مرمى للترجي الرياضي التونسي. ستعود الكره اذا لفريق مازيمبي من ضربه مرمى لروبر كيديابا. تتواصل المباراه في هذه اللحظات، والكره ستعود للحارس روبر كيديابا. كرة ستتهيأ للروبر كيديابا، يمشي بكرة طويلة روبر الحارس الكونغولي لمازيمبي، ترجع كرة بالراس عن طريق العواضي، العواضي ليوسف المساكني، يوسف المساكني. يبقى دائما مصدر كل الخطر على الفريق الكونغولي هي كرة واحدة يوسف، والكرة ترجع للترجي الرياضي المولي، المولي بالمنصور. كرة تمشي للراقد، كرة عن طريق الراقد، تتهيأ مرة أخرى لفريق الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي والتماس. كرة ستعود لفريق مازيمبي من هذا التماس، تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق موندي، عن طريق موندي. هجوم، كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي الدربالي، دربالي، وكرة تمشي عن طريق هاريسون افول، افول كرة في وسط الميدان، كرة ترجع للترجي الرياضي. حيوانات، الله اكبر. كرة تمشي للترجي الرياضي التونسي عن طريق بن منصور في وسط الميدان، بن منصور المولي يعني في ماتش كبير مع الراقد، الراقد في وسط الملعب، الراقد يمشي على اليمين، سامح الدربالي، سامح الدربالي. كرة تبقى للترجي الرياضي التونسي بسرعة، مرت 10 دقائق في الشوط الثاني، النتيجة ما زالت متعادلة سلبيا 0-0. كرة تمشي ليانيك نيانج، يمشي جوزيف يانيك نيانج، يحط الكرة للترجي الرياضي عن طريق خالد المولي، خالد المولي يطلع بالكرة في صورة الهجمة للترجي الرياضي التونسي. المولي يمشي ليانيك، يانيك يحط كرة، كرة جميلة جدا، الترجي أفضل في هذا اللقاء بكثير من مازيمبي. اللمسة الأخيرة تنقص فريق الترجي الرياضي للتهديف. والله هجمة. كرة ترجع من الشمام، شمام كرة لفريق مازيمبي، تمشي في وسط الميدان عن طريق وليد العيشري، وليد العيشري يحط كرة ترجع للدربالي، انت قبل اسبق سامح الدربالي، يمشي بالكرة المولي، المولي افول، افول قدامه جدار وستار دفاعي، العيشري ممتاز بالجرينتا، يوصل الهجوم عن طريق افول، يتواصل الغاني، هاريسون افول، هاريسون افول، افول ممتاز جدا هاريسون، هاريسون افول والراقد، حسين الراقد مرة أخرى من راقد، يدخل الراقد، يوزع كرة وضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق مازيمبي لروبير كيديابا. داش دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. التعادل 0-0، الماتش أكثر تكتيكي، أكثر حذر، أكثر متوازن، أصعب في هذه الفترة الثانية. ترجي كما قلت ما تسرحش من الضغط، ما تحررش من البريسيون بتسجيل هدف في الشوط الأول. ولذلك الشوط الثاني الآن قرابة دقيقة 12 من زمن السكند هاف، والمباراة صعبة جدا، ما زال الترجي يبحث عن المفتاح، ما زالت المفاتيح مغلقة أو معطلة أمام مرمى روبر كيديابا. مازيمبي يعمل في ماتش دفاعي، لحد الآن ينجح الفريق الكونغولي في الحفاظ على نتيجة الذهاب اللي تعطيه حظ. والكرة ترجع من تماس، كرة ترجع لفريق مازيمبي. هناك تغييرات ممكنة يقوم بها معلول، عنده شانس التراوي وسط الميدان،
عنده البلايلي ممكن كلاعب سريع ممكن يجيب برشا فاولات قراب في منطقة الجزاء لفريق الترجي على مازيمبي. كرة تمشي ما بين بوتو، بوتو تتحط كرة صعيبة برشا التسديدة وسهلة عن طريق بن شريفية. فما عنده ممكن الشانس لاستعمال ورقة ثالثة أبو عزي في الأطراف، لكن أساسا التراوي البلالي ممكن الأقرب، والكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي. كرة تتهيأ للترجي الرياضي، كرة ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. الهجوم للترجي عن طريق الشمام، يمشي الشمام، كرة تضيع عن طريق الفريق الكونغولي، لا ترجع الترجية، تلعب تونسية الكرة في وسط الملعب عن طريق المساكني، يمشي المساكني يحط كرة بعيدة شوية الدربالي صعيبة برشا. كرة تخرج ضربة مرمى على السامح الدربالي، كرة تخرج ضربة مرمى لفريق مازيمبي وروبير كيديابا. ستتهيأ الكرة من 5.50 متر لجول مازيمبي كيديابا روبير الدولي، لعب 36 سنة هذا الحارس مازيمبي اللي قلت ما خسرش في النصف النهائيات الأخيرة في الألفية، آخر نصف نهائي خسروا خارج قواعده فريق مازيمبي عمره 10 سنين ضد نادي الزمالك 2-0 في القاهرة بقيادة حسام حسن. والكرة ترجع مرة أخرى لفريق الترجي في خطأ، مباراة صارت أعصاب واضحة جدا، ما عادش فمك الفنية، الآن يطغى اللقاء الحوار والصراع البدني وهذا مفهوم جدا. الآن التكتيك الحذر النتائج، الترجي يحب يخطف هدف لكن من غير ما ينكشف لمازيمبي. كرة تمشي لكن خطأ موجود على يانيك، خطأ متواجد في هذه اللقطة ضد يانيك نيانك. كرة ستعود للكونغولي اللاعب نكولو كوتا في وسط ملعب نادي مازيمبي من تنفيذ جويل كيمواكي. 14 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، التعادل مازال في راد 0-0. ترجع كرة من وليد الهجري، وليد الهجري يحط كرة على صنافول، افول يحط كرة مرة أخرى الكونغولي، ترجع تقطع وسط الميدان، متوازن أكثر الآن الفريق الكونغولي اللي رغم غيابات بارزة جدا سونزو وكالابا في وسط ملعبه، فإنه الفريق الآن يقدم في وسط متوازن نقول. ترجع كرة من راقد، حسين الراقد، الراقد يحط كرة تتسرح لأريسونا فول، افول يجيب الكرة يانيك نيانغ، يانيك نيانغ عندنا 280 دقيقة ما سجلناش في الكاف شامبيونز ليج، الترجي عنده الكرة عنده الهجمة بحوزة المولي الكرة. يمشي الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، كرة من المساكني ممتازة، هاريسون أفول ويسبق الكرة هاريسون، يسبق أحلى كرة في الشوط الثاني أفول، يا هاريسون، كان ممكن يسجل مرة أخرى في مازيمبي، والباس ولا أروع بالملي من اللاعب والنجم يوسف المساكني، في ظهر المدافع الأيسر جون كاسسولا، كان ممكن أفول بكنترول أحسن يسجل هدف. حذاري حذاري من هذه الكرة، تقطع الكرة ممتاز ممتاز الترجي الرياضي، ممتاز بصراحة ماتش الترجي، لكن إن شاء الله ربي يعاونهم في كرة في الشبكة لمساكني 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 يحط كرة عن طريق يانيك، يمشي يانيك الكامروني، يانيك ترجع الكرة عن طريق المولي، المولي يبدل الكرة، ترجع من كاس السولة، ضغط رهيب على الكونغوليين، ترجع لسامح الدربالي، سامح الدربالي، سامح الدربالي، كرة تبقى في وسط الميدان والتماس لمازيمبي. يجتهد هاريسون أفول ولكن الكرة في الأخير تخرج تماس لنادي مازيمبي. دقيقة 60 تقريب نصف ساعة أخيرة في المباراة، ترجي لابد أن لا يتعجل ويستعجل الهدف، الهدف يجي في أي لقطة وفي أي لحظة. كرة ترجع لفريق مازيمبي، المهم ما نقبلوش كما حكينا، والكرة ترجع بالرأس عن طريق بن منصور، بن منصور شمام، شمام واقف مليح دفاع الترجي، شمام يمشي شمام يحط الكرة باس مرة أخرى التماس للترجي الرياضي، التماس بتدخل اللاعب نكولو كوتا، كرة ترجع للترجي، يلا يومك الكامروني يومك، ارجع الكرة من جوزيف يانيك نيانغ، يانيك نيانغ والتماس للترجي الرياضي. الترجي يرجع يتحير شوية من الناحية الهجومية بعد الكرة الأخيرة من المساكني ليافول اللي كانت تقريب أول محاولة جريئة في الشوط الثاني للترجي الرياضي. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، يمشي جوزيف يانيك نيانغ، يانيك تحط كرة شمام، شمام ممتاز يانيك، يانيك يبدل الكرة لكن بعيدة. كرة تخرج ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق مازيمبي، ضربة مرمى الوقت يمر، قلت معلول في الجمعتين هذا محذر كل شيء، قرأ كل حسابات حتى من ركلات الترجيح تدرب عليها الفريق
ولو ان شاء الله ما نحبذوش نوصلوا لهذا هذا المنعرج الاخير والخطير واللي مش مضمون، باعتبار ايضا الحقيقه الترجي لم ينجح كثيرا بهذا السلاح في المغامرات الافريقيه، واخرها ماتش الماس في كاس السوبر. ان شاء الله باش نربحوا واحد بلاش باذن الله. المهم يضمن لي الدفاع وبنشرفيه كره ما تدخلش فيه. كره ترجع لفريق الترجي الرياضي الراقد الروح والضغط، والكره ترجع من تماس. مازيمبي اليوم ما عمل شيء مازيمبي الحقيقه على مدى المباراتين. نقول الترجي يستاهل، ممكن ضخمنا برشا في فريق مازيمبي، رديناه كانوا البارسا والريال. لما نشوف المباراتين عادي جدا فريق الترجي. التوفيق يا رب، يدخل مساكني، يدخل كره لمساكني، يصعد الجول. مش ممكن كيما تحبش، مش ممكن كيما تحبش، اشكراتك يا كره. والكره ترجع عن طريق المولي. ترجي افضل بكل المقاييس. كي دياب عمل باراد كبير برشا الحقيقه. ترجع العواضي، يلا الاولاد، يلا دور، تمشي الكره لمولي. الجمهور دوره الان ويشجع. ترجع كره العواضي، مل انطلاقه من يوسف المساكني في التوغل، وكان باراد من روبير كيديا. دربالي تلستين، يمشي دربالي. كره ترجع للترجي، 10 التالي مازيمبي. يلا الاولاد، ماتشوكم، كاسكم، بطولتكم. ترجع الكره عن طريق المولي، كره تضيع. حذاري من المرتدات، حذاري. علي السماته وين ماشي؟ المولي يعمل فيه ماتش كبير برشا. برافو يا خالد. ترجع الكره عن طريق الراقد يمشي العواضي. العواضي ما تتعبليش توا. ترجع الكره، مازلنا حشتنا بيك، يمشي عن طريق الراقد للهجري. وليد الهجري للترجي الرياضي. اجواء ساخنه جدا في رادس. ترجع الكره لصوره الهجوم التونسي عن طريق بن منصور يحط الكره مره اخرى للترجي الرياضي. كره تمشي مره اخرى للفريق الكونغولي. رد بالك، واحد يقدم يخليش يتصرف الكره. تنطلق الهجمه عن طريق اخطر لاعب فيهم بوتو، لكن يرجع دربالي. ممتاز دربالي، كملها سليمه، كملها صحيحه. يمشي البن شريفيه، ياخذ العلامه الكامله 10/10. ترجع كره للترجي، من سيسجل الهدف؟ من سنسميه المنقذ؟ كره تمشي في التماس لنادي مازيمبي. شوف الكرة بتاع المساكني، شوف اش يعمل المساكني، وشوف اش عمل كيديابا. هذه على اي حارس اخر كرة في الشبكة الحقيقة. نخاف انا من هذه الفرص اللي ما تحبش تدخل، يعني يقولوا بالتونسي كي تبدا الكرة عكس، يحط الكرة في الشبكة خلينا نربح. ترجع الكرة ان شاء الله في هذا الهجوم للترجي الرياضي. شمام، هدي يا شمام. الترجي الرياضي التونسي، تنبيه على الشمام الشفوي. زيد كان ورقه صفراء، ولو مانيش نفكر في النهائي، ويلزم ما تفكرش عزيزي المشاهد العاشق للترجي في النهائي، لانه فكر لي نربح اليوم. يوسف البلايلي، قلت لك الورقه الاولى يوسف البلايلي الجزائري الوهراني ولد الحمراوه. ترجع الكره عن طريق اللاعب بن منصور، هات كره لمسكني، يلعب كره سامت العاد. 0-0 والشوط الثاني والمباراه معقده. ترجع كرة للترجي الرياضي، ثم إلى التماس إلى مازيمبي. كرة التماس الفريق الكونغولي. ما أروعك أيها الجمهور، ما أروعك من جمهور. لو جات هدف لك قلنا ما أروعك يا يوسف، أنت رائع بكل المقاييس، ولكن الحارس قال لا. تسديدة رائعة وجدت الأروع من جانب مازيمبي، والكرة تمشي مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي عن طريق الكابيتانو. يدخل شمام 1-2. قوي عليه برشا من يوسف، هو يعلي من المساكني. كرة في التماس، رمية جانبية لنادي مازيمبي، والتغيير. يدخل إيلونغو، هذا اللاعب رقم 28، من غادر يغادر لوسا ديسو. إيلونغا هذا اللي يدخل رقم 28 بديل للوسا ديسو في تشكيلة مازيمبي في منتصف الشوط الثاني. ما زالت معركة رادس للعبور للنهائي الكبير. 0-0 الترجي مازيمبي. يدخل إيلونغا في هذا التوقيت منتصف الشوط الثاني. لامين دياي لحد الآن طبعا راضي عن النتيجة، خاصة بالرجوع لمستوى المباراة وسيطرة الترجي التونسي. دربالي يستاهلوا الأولاد،
يمشي الدربالي، الدربالي كرة المساكني، المساكني مرة أخرى، يوسف المساكني يمشي قدام، يوسف المساكني، المساكني وخطا وشوية كروت، شوية وراق يا حكم. بعد رادياتا فاول الترجي الرياضي، تنطلق الهجمة عن طريق وليد الهجري، وليد الهجري كرة لخالد المولهي، خالد المولهي في منتصف الشوط الثاني عن طريق الهجري، وليد الهجري تتحط الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، كرة الثانية أخذها وليد، رد بالك وليد الهجري، وليد الهجري سامح الدربالي، سامح الدربالي خرج كرة بين اثنين مليحة للراقد، الراقد باية للترجي الرياضي خالد المولهي، المولهي بن منصور، بن منصور يمشي بالكرة الشمام، كرة الخليل شمام في وسط الميدان، بن منصور، بن منصور المولهي، المولهي الترجي الرياضي يفول حركش برشا في الشوط الثاني، يفول كرة عن طريق يانيك، يدور يانيك ولكن الدفاع وقف مليح، مونديز الزامبي بطل افريقيا، ترجع كرة لهجري، يمشي وليد الهجري، هاريسون افول، والكرة ستعود لخطا للترجي الرياضي التونسي على البلاك ستارز الغاني، هاريسون، هاريسون افول تم اختياره ثالث افضل لاعب في غانا 2011، وهو بالمناسبة ايضا ثالث افضل رياضي في غانا في كل الرياضات، خطا واضح من اللاعب كاساسولا جون، جون كاساسولا، خطا للترجي الرياضي، خطا ما فيش كلام، تدخل قوي من اللاعب الكونغولي، كونغو قلت في المستوى الرابع لقرعة الأربعاء في دوربان، تونس في الصنف والتصنيف الثاني، بعد التأهل الصعب بعملية قيصرية على فريق السيراليوني السبت الماضي، السبت هذا الرهان الأفريقي من خلال محاولة الترجي بلوغ محطة النهائي، وفي الدقيقة 70 تقريب يوسف البلايلي، يوسف البلايلي هل يكون بديل هاريسون افول أم يكون بديل لسامح الدربالي؟ إذا الاختيار بتاع معلولي، خرج الدربالي يوخر بكرون لاعب افول يولي باك رايت ويحط قدامه اللاعب الجزائري الوهراني يوسف البلايلي، كرة للترجي الرياضي، روبر كيديابا على كرة الترجي الرياضي، حسن التنفيذ للتسليم يا شمام، 70 دقيقة وقت هدف الآن ولا أروع ولا أروع، تمشي كرة من شمام، شمام للترجي الرياضي، خليل شمام، كرة للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 70، يمشي للشمام يحط كرة براس خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، دليب بن منصور يفتح باب التسجيل، أحلى هدف لأحلى تنفيذ لأحلى تسليم، كمان تكبير يا عملاق العاصمة، 1-0 على داخلتك يا بلال يا مزيان، 1-0 الترجي الرياضي التونسي، ولعت ولعت شعلت في استاد رادس، الترجي يتقدم عن طريق المدافع، يمشي الشمام هنا ضربة الراس، كورة بالراس من بلايلي، مازينك مازينك محلاك يا يوسف يا بلايلي، هو اللي يعمل السونتراج، شمام الديفياسيون المتابعة، جول ريتيبيتور إيليي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي، 1-0 للترجي الرياضي بالمنصور، 20 دقيقة جيب الثاني باش نتمانو، اليوم مباراة ممنوعة على كل الأمراض المستعصية والصعبة، الله يشفينا ويشفي الأمة، مش ممكن زالت الغمة، 1-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق بن منصور، عن طريق بن منصور، أول هدف أفريقي في أحلى رهان من ذاكرة الأيام، ستهزم يا مازيمبي، انتهت أفلام مويس كاتومبي وبدت الأقلام تكتب، أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا حياته، 1-0 ما وصلناش، 1-0 فماش ضربة جزاء، صحف على جمهور على إعلام على أولاد على بنات على شيوخ على حجاج كلها مع الترجي التونسي، أولاد البلاد يعودون، أولاد البلاد يتجمعون، نعم هناك رهانات، هناك صراعات، هناك خلافات بين أنديتنا في دورينا، ولكن هنا اسم الغالية تونس يلعب، اسم ولون الأحمر والأبيض في الرهان والميزان، النجمة والهلال، ألا تدغدغ فيكم شيء؟ ألا تلدغ فيكم شيء؟ من أجل مصلحة وطن، من أجل رؤية فريق يشرف الوطن، الترجي 1-0
الترجي البنزرتي الافريقي النجم الساحلي الصفاقسي، الفرق التي تمثلنا في مختلف الاختصاصات في كل الرياضات بقلب واحد، نحن وحده وواحد يا لامين يا ديعي. ماذا تريد يا لامين؟ ايش يشكيو يا خويا؟ اش يبكيو يا خويا؟ واش ينغرو يا خويا؟ اش تحب بر؟ امشي الفينال وخلصنا، امشي الفينال وخلصنا. صفر مازيمبي، واحد للترجي الرياضي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. مواكبة الحدث، متابعة الأحداث، الترجي يتقدم بواحد. ناس تشدهم هذوم، هذوم الليلة ما يناموش من أجل مرة أخرى في اليابان سيعيشون على وقع 20 دقيقة من النار. ما فيش أوفسايد، هاك ربك سلامات، ما فيش 1-0، ما كانش فيلم مكسيكي أو المسلسلات التركية 500 حلقة. هذه 1000 حلقة متاع مويز. هاوك خرج من وراء المدافع، هاوك تعدى بالمنصور، هاوك تعدى بالوحدة الثانية، بدلالو يا بلالي، بدلالو يا بلالي. يبكيوا على العواضي، العواضي مش داخل، حط في الشبكة وخلص، حط في الشبكة وخلص. 1-0 عن طريق بالمنصور. الكادر الإفريقي جميل، مازيمبي يبقى النادي الكبير، ولكن لكل حومة كبيرها، لكل حارة وزنقة عظيمها بين ظفرين. هو اليوم يا مازيمبي لك الماضي وللترجي الحاضر، وغدا في نوفمبر المستقبل. الترجي يتقدم بهدف هنا في رادس بتريدنتي، تنفيذ بالحسن والأحسن عن طريق كابيتانو شمام إلى راسية ابن الفناك ولد الصحراء الوهراني الباهي اللي بالله اللي بدلها بالراس عدو زيان بوتو، يدخل يحطها بالمنصور. فرحنا يا دالي، 1-0. هاو تضرب الحارس كيديابا شال لباس، يدخل حارس ماتمبي. الأولاد من وخروش التالي ديما القدام من أجل 2-0 لتبقى تونس دائما للأمام. هنا الراسية، هنا بدلها له، حطها له بالراس، وبن منصور يسجل أغلى هدف. بن منصور اليوم يسجل أغلى هدف، ولكن غلاوته في 90، غلاوته لما يطلق الصافرة السنغالي بدر دياتا. جمهور الترجي الرياضي يشجع ويساند، الشو موجود في استاد رادس، والنتيجة واحدة بلاش عن طريق بن منصور. هو الانتصار للجمهور، هو الانتصار للشعب، هو الانتصار للرياضة، والانتصار للكورة، وانتصار لوحدة البلد، وانتصار للاعبين والإطار الفني، وانتصار لرئيس النادي حمدي المدب اللي مر بوعكة صحية في بداية الأسبوع. الأولاد وعدوه ويكونوا رجال أنه يجيبوا له الربح، والترجي لن يتقدم. إن شاء الله لاباس يا شقيف. 2012 نتجه نحو النهائي العربي، العربي المصري التونسي، ولكن ليس بعد. هؤلاء لا يشجع، محلاكم يا أخوي. الأهلي المصري، ابن الأهلي المصري يشجع الترجي الرياضي من أجل كأس عربية من جديد، من أجل يابان بلغة الضاد من جديد. إن شاء الله لاباس روبير كيديابا، إن شاء الله رابحين الترجي الرياضي التونسي. 1-0، 1-0 للترجي الرياضي. ربع ساعة لا ما نغلطوش، 20 دقيقة مازال، 20 دقيقة وثلاثة دقائق. ونبيل معلول هاكا كان لاعب حاطينه في التيفو في الداخلة بتاع جمهور الترجي الرياضي، لكن معلول الثمانينات كان أظرف وكان أنيق في لعبه، يسجل أهداف من ماتش ليفار الجيش الملكي في 87 لثنائية طبيولا بيبس لهدفي في جورمهية في النهائي. هذا الرجل خلق ليصنع التاريخ مع الترجي الرياضي التونسي كلاعب ثم كمدرب. هيا ما ناخذوها مش بالعين، يا ربي بقي الستر في آخر 20 من أجل الوصول لنهاية 2012، النهائي السادس في دوري الأبطال. مازيمبي لن يسكت، ولكن كيف سيكون أو ستكون نوعية الصوت؟ يا ربي نوعية الصوت يكون مبحاح. مازيمبي لن يتكلم في الهجوم، ليبقى هدف في الذاكرة، هدف بن منصور. 76 دقيقة، أما كما نقول المباراة وقفت 5 دقائق لدخول الحارس الاحتياطي ماتومبي. أو الحقيقة ماتومبي، يلا امشي امشي يا هيسري، رجع كل كورة يا بن منصور. لا راك دخلت القلوب، خرج الكورة من منطقة بن شريفية، ما توصلوهاش، كورة تمشي طويلة، يتقدموا ونعملوا كونتر اتاك ونجيبوا الثاني. أنا مراهنت من الأول كانت تذكر واحدة بلاش، لكن إن شاء الله يا ربي ما نتخسروش. كورة عندها أسرارها وعندها حساباتها،
لا يا شمام، والتوزيع والكرة خطيرة جدا، ركبك تمسه، والكرة ترجع مرة أخرى لمازن بتسديدة، والمعز بن شريفية. هاي الأولاد ركز، هاي الأولاد جيب الثاني، خلينا نرتاحوا الناس الكل. هذه مباراة قال فيها لامين دياي أنه مباراة الفاينل، إذا نربح اليوم باش نهز كأس أبطال أفريقيا. أنا نقول مازال الأهلي في النهاية سواء للترجي أو مازنبي، حاليا للترجي مازالت المعاناة في البطولة. طبعا أن تكون بطل أفريقيا ليس سهل. هيا جيب الثانية بلايلي، ترجع الكرة مرة أخرى، ترجع مرة أخرى الكرة، ترجع بالمنصور يا ولدي، حافظ على البرستيج بتاع الهدف شي داخلك التاريخ. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي عن طريق تماس لمازنبي، تماس لمازنبي 77 دقيقة باش نقيس ونوصلوا للتسعين وبعد ربي يعمل دليل. كرة من كولو كوتا، الترجي يسجل افريقيا بعد كم من الوقت، بعد تقريب 280 دقيقة، 280 دقيقة، لكن أغلى وأحلى وأجمل وأرقى هدف. ترجع كرة للترجي الرياضي، هدف النهائي حاليا. يلا نقاتل الآن، نقاتل الآن، أو غلط امشي يعني كنيان في خطأ، لا الحكم يقول العب. ترجع الكرة مرة أخرى، الآن الحوار بدني بالمنصور يا رجال. ترجع الكرة للترجي الرياضي في وسط الميدان عن طريق البلايلي، يمشي البلايلي، البلايلي يوسف يحط الكرة لليسار عن طريق يوسف، يمشي المساكني، 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 عن الخبرة نشدوا الكرة، نربحوا الفاولات، نمشي لقدام، نوخروش التالي الأولاد. شمام، شمام، كرة للترجي الرياضي التونسي جميلة جدا، انطلاقة سريعة، يمشي المساكني، المساكني حط كرة هاريسون أفول، هاريسون أفول شد الكرة، شد الكرة عن طريق الراقد، تخسرهاش راقد، هضرب فيه تماس، برافو 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 برافو، توش للترجي الرياضي التونسي. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي في دقيقة تقريب 34 من زمن الشوط الثاني عن طريق البلاك ستارز هاريسون أفول. يمشي هاريسون، التماس، امشي يا ساعة في رحلتك، دور دور ما تقفش، كان حشتنا بيك باش تقف راك جريت. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي لمازنبي، كرة لمازنبي الترجي، رد بالك لعب اثنين، هاريسون أفول، والكرة ترجع مرة أخرى للسماتة، سماتة والدفاع التونسي داخل، ترجع من بوتو، ترجع من ما بين بوتو فيق على الأطراف، والكرة ترجع تسديدة، والحارس مشرفية يا ستار، كرة ترجع عن طريق ما بين بوتو، أوفسايد، تسلل تسلل للترجي الرياضي. ما هو هذا الحكم اللي حبيتوه عاد في شد حقاني وليتوا تكرهوه، ما هو هذا اللي حبيتوا وجريتوا عليه، بادر اديتا هاكا أوفسايد، هاكا عامل خيمة، هو بيني وبيكم مش عامل خيمة. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي التونسي الآن عنده مشكلة دفاعية اللي متفقين عليها، يعرفوها جمهور الترجي، اللي الرواق اليمين هاريسون أفول في الدفاع مش حاجة، إن شاء الله البلالي يرجع باش يعاونوا برشا في الخط اليمين، في الكلوار اليمين، إن شاء الله ما يتفطنش مازنبي ويركز لعبه على أفول من جهة اليمين، تبقى اللعبة متوازنة شوية منا شوية من جهة شمال. لوسا ديسو، لوسا ديسو، ممكن يدخل، ممكن يدخل التراوي، أنا نقول في الدقائق الأخيرة أكيد موجود في قيمة المباراة، لاعب محترف، لاعب خبرة، يرد باله من الانذار اللي عاقبه ويمشي. أحييني اليوم. ترجع كرة للترجي الرياضي، الراقد، الراقد يا ولد يا ولد يا ولد، تمشي كرة عن طريق البلالي، وحدة كونتر أتاك يا الوهراني، تمشي الكرة بعيدة في التماس، تماس الدقيقة 80، عدي الوقت عدي. يوسف البلالي تبديل كرة بالراس، هذا اللي الطومبون بتاعه في هذا النصف النهائي، مش مطلوب أكثر منه. ترجع الكرة طويلة عن طريق جون كاساسولا، جون كاساسولا من غير خطا، برافو المولي. ترجع كرة الترجي، شدوا شوية كرة، شدوا شوية كرة الأولاد. ترجع كرة مرة أخرى لفريق مازنبي، خطا على كريم العواضي، خطا موجود للترجي الرياضي، توا وقت يدخل التراوي في رأيي باش نسكروا أكثر في وسط الميدان، بديل للعواضي باش يميل أكثر التراوي من جهة اليمين يغطي على أفول. ترجع كرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، التسديدة، هاريسون أفول، هات كرة قدامك هاريسون الغالي، هاريسون البلاك ستارز. تقريب هي مباراة سيرها الترجي مثل الفينال ضد الوداد، لكن الفرق أنه سجلنا في الوداد في الشوط الأول في دقيقة 21، وفي المباراة هذه في دقيقة 21 في الشوط الثاني نفس السيناريو. البلايلي، البلايلي، هدف الفينال، البلايلي، البلايلي،
ما فيش خطا، ما فماش اوبستركسيون في قبال حكم، ما فما شيء يقوم يوسف المرة الجاية صحيحة. تمشي الكرة مرة أخرى 20 سنة اللاعب الوهراني، والكرة ترجع في الدقيقة 82 للفريق الكونغولي. تمشي عن طريق إيموندي، إيموندي عن طريق الوسط للاعب لونغو، لونغو لونغو يرجع بالكرة لإيموندي. 15 سنين مازيمبي باش تلقاه أمام الفرق العربية في كأس أفريقيا، فريق منظم برشا وعنده قوة فلوس إمكانيات يجيب اللاعبين اللي يحب في القارة السمراء. ترجع كرة مرة أخرى، يلا يا نيك، يلا يا نيك، يلا يا نيك، ودع حبيبك وانسى هواه. ترجع الكرة لبلالي، ممتاز، يدخل بلالي، فما خطأ، هز يا جوز، هز يا سيستون، مش ممكن، فما خطأ للترجي الرياضي. الحكم هذا على مسؤوليته، بادر دياتا المساعد الحقيقة يشوف فيها وما خداش القرار. كي برشا ثعلب 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 الصحراء، ثعلب الصحراء، جاب خطأ من العدم. إن شاء الله نشوفوه عاد، لا ما سفرش خطأ، اعتبرها تمويه. يعني سخنت في الفارغ عاد، هاو اعتبرها تمويه، تمويه، تمويه في دقيقة 83، ورقة صفراء ليوسف البلالي للتمويه. نرجع للمباراة، نرجع للقاء، 83 دقيقة، وين التراوي يا نبيل؟ ترجع الكرة مرة أخرى بتغيير. أوه يدخل تيو كاندا، يدخل تيو كاندا بديل سينكالا. تيو كاندا اللي سجل في بن شريفية في 2010، وتيو كاندا لاعب سريع جدا يلعب في الكولوار، باش يجي من جهة تافول. لازم تفطنوا له الاولاد، والكرة تمشي طويلة. ترجع مرة أخرى من غير خطأ، ما غير خطأ، قاتل على الكرة، ممتاز الترجي الرياضي. عندنا شانس تاع المرتدات، في خطأ، في خطأ لمازيمبي، اعتبرها لمسة يد على يوسف، اعتبرها لمسة يد على يوسف المساكني، اعتبرها لمسة يد على يوسف المساكني. 83 دقيقة، إن شاء الله ما يعطيهش ورقة صفراء، يتيح تلمس كرة بيديه، ما عطاهش ورقة صفراء، ورقة صفراء وحيدة اليوم على يوسف البلالي وعلى جوال كيموكي. الحقيقة مباراة كانت نظيفة، إن شاء الله تكمل على خير في دقيقة 84. أعطيني صورة الكرة، أعطيني صورة التوزيع، أعطيني صورة المخالفة. جون كاسوسو لا يسدد وبعيد أوت، ضربة مرمى للترجي الرياضي. 84-0-0، نحكي بلغة الدقائق ولكن 1-0 بلغة الأهداف. اسم الهداف وليد بن منصور بكرة ثابتة كما توقعت. بعد 8-9 ماتشات الترجي سجل كرة ثابتة، يدخل مجدي التراوي، يخرج يوسف المساكني، يخرج يوسف المساكني، يدخل مجدي التراوي. برشا ناس يقول لك يوسف يقعد على كونتر اتاك، انا نقول لك يوسف يخرج للواجبات الدفاعيه اللي ناقصه عنده. يدخل مجدي التراوي باش نعملوا خط نسكروا به اللعب، غادي خط رادس هذا، مش خط برليف اللي طاح في نصف ساعه. ترجع الكره للترجي الرياضي عن طريق بن شريفيه، بن شريفيه يمشي بالراسيه، ترجع هاريسون افول، ما تخوفنيش يا البلاك ستارز، هاريسون افول، كره ترجع لمجدي التراوي، مجدي التراوي، ترجع الكرة عن طريق جون كاسوسولا، جون كاسوسولا، والكرة ترجع، اخرج المعز بن شريفية، معز بن شريفية رقد الكرة، خذ وقتك، خذ وقتك، وصلها ال 85 بأمر مني، في ال 85 العب الكرة، حطها، هاو خسرنا في ثانيتين ربح. ترجع الكرة تمشي طويلة، ترجع الكرة للهجوم وفي خطأ، لا، الكرة ستعود للحارس الاحتياطي البديل، نذكر روبير كيديابا كان انصاب. كرة تمشي لفريق مازيمبي، لكن قبل هذا تتوقف المباراة لإسعاف جوزيف يانيك نيانك، جوزيف يانيك نيانك شعملوا له؟ خطأ ملا الصورة أمامك، روح رياضية من إيموندي مغلفة بحرص على الوقت، طبيعة الحال فريقه خاسر. ترجع كرة لفريق مازيمبي، كرة لمازيمبي، وقت ما حبش يتعدى في هذه الدقائق الحرجة الأخيرة للتقدم التونسي، التقدم للترجي 1-0. كرة ترجع مرة أخرى لتماس، تماس الترجي لو يضغط القدام يخليش الفريق الكونغولي يقرب له. كرة ترجع في خطأ آخر للفريق الكونغولي، ما خليهمش يطولوا برشا اللعب. جون كاسوسولا، جون كاسوسولا عندك، ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي للفريق الكونغولي. جويل كيموكي، جوال كيموكي، ترجع كرة بالرأس الهجري، هجري تيو كاندا، تيو كاندا، يرجع تيو، يرجع تيو، ملا كرة وملا عصام، كان ماتش في الشهر هكا واحد قلبه يمشي. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، خطيرة وكرة أوت، كرة أوت، 86 30 ثانية، 86 دقيقة 30 ثانية، كرة من تريزور ما بين بوتو 27 سنة،
أنا ما نذكر أنه عيد ميلاد يوسف المساكني يكون السبت الجاي إن شاء الله 22. إن شاء الله أيضا هدية انتصار وتحضير للنهائي. الترجي التونسي راهو يوم 4 نوفمبر باش تلعب 4 نوفمبر فما بداية الدوري التونسي، عندك موعد مع الأولمبي الباشي. لو تتأهل الماتش ديكالي وتلعب النهائي في القاهرة بإذن الله. إذن عليكم الاختيار أن نلعب في الدوري التونسي مباراة الافتتاح في الموسم أو نهائي الشامبيونز ليج من أجل المنافسة للقب للكرة التونسية. يخرج جوزيف يانيك نيانك، يدخل شاكر الزواغ. الآن الترجي دفاعي 100%، يعاود تقريب سيناريو ماتش لوبومباشي بعد ما أدى 70 دقيقة كبيرة برشا، بعد ما سيطر 70 دقيقة، بعد ما ورى كرة شوط أول خاصة، بعد ما سجلنا هدف. الآن مفروض هذا التوجه يمشي البلايلي، عنده البلايلي القدام، البلايلي شد كرة البلايلي، ممتاز البلايلي. شاكر الزواغي ترجع الكرة مرة أخرى. كما قلت الترجي الرياضي الأولمبي الباجي إن شاء الله بعد النهائي الإفريقي إن شاء الله، حاليا هو كذلك. الأندية التونسية اللي تحضر الآن، البنزرتي حاليا يلعب في دوري أبطال العرب في المغرب ضد الرجاء، إن شاء الله أتمنى له بالتوفيق. النادي الصفاقسي نجم الساحلي كأس الكاف، الترجي والبنزرتي في الشامبيونز ليج 2013، وإن شاء الله النتائج تتحسن أكثر فأكثر. الكرة التونسية ترجع الكرة للفريق التونسي مرة أخرى، البلايلي هاريسون أفول في خطأ، يا الحكم علي السماط استعمل مرفقه، والكرة ترجع للراقد. الراقد يحط كرة للترجي الرياضي مرة أخرى عن طريق العواضي. كرة ممتازة للمولي، داور الكرة. جمهور البلوز وقت الفراس صارت موضة التسعينات، آخر التسعينات الفية، موضة الثمانينات والسبعينات كانت البلوز. الجمهور اللي يحضر يعرف المنطقة، هذا دوري دور الكرة، دارت الكرة، مشيت الكرة، وين باش تمشي بينا هالكرة في الدقيقة 89. ترجع كرة، رد بالك اللاعب سماط الحمد لله ما جريش، يعني كرة ترجع للترجي الرياضي. دقيقة 90 يزيد يمكن 5 دقائق الحكم، 5-6 دقائق. ترجع الكرة مرة أخرى، جوال كيموكي يلعب الكرة، كولو كوتا يحط الكرة، ترجع للترجي الرياضي. 8 دقائق زادهم، منطقي جدا الحقيقة، متفقين. 5 دقائق كان بسبب توقف اللعب لإصابة كيدياباء، و 3 دقائق للشانجمون التغييرات، منطقي جدا. 8 دقائق مازالت برشا الكرة، 8 دقائق، لابد من الصمود، لابد من التألق، لابد من الإصرار. كرة ترجع للفريق المازمبي في وسط الميدان، كرة خطيرة لفريق الكونغولي، وترجع للترجي الرياضي التونسي عن طريق بن شريفية، يخرج لا خوف على المعز. ترجع الكرة المعز بن شريفية. ترجي تقريب صار يلعب 5-4-1، يظهر لي أنه شاكر الزواغي تبلاسة في اللاكس، 3 بالارتكاز نتصور. نشوفوا الصورة الحقيقة، ما ركزت برشا على البلاسمون بتاع شاكر كيدخل. تعرف المباراة الآن 90 دقيقة وقت بديل، والكرة ترجع بالمنصور، ممتاز محمد علي بالمنصور، مباراة العمر. يمشي أفول بعد الكرة من وسط ملعب الترجي، ترجع الكرة عن طريق كيموكي، يمشي كيموكي، حط الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي عن طريق اللونجو، ترجع بالرصيد بالمنصور، عندك الكرة، هذه الكرة، يمشي شاكر الزواغي وسط آخر، يلعب على الكرات الطويلة، يحاول يعاون محور الدفاع في الكرات الثابتة للفريق المازمبي. دقيقة مرت في الوقت البديل، إن شاء الله انتصار، هو انتصار للتوانسة وانتصار للكرة التونسية يا رب، قطع نظر على اختلاف ميولاتنا والمراول متاعنا في تونس. ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق الزواغي، يربح تماس من المباريات الصعبة جدا، من المباريات القوية جدا، ولكن معلول بين الذهاب والإياب أثبت أنه مدرب غول وعرف يوقف مازمبي. ترجع الكرة للترجي الرياضي، هدف ثاني، خلينا نرتاحوا. سدد يا بلايلي والحارس أول هجمة للترجي منذ الهدف. نساوش أنه ليس الحارس
شقيف الحارس كيديابا ترجع كرة بالرأس شمام، كرة في التماس، دقيقتين مروا من الوقت بدل الضايع، مازال ست دقائق مباراة حقيقة ودقائق من نار هنا في استاد رادس قبل حلاوة ومتعة ولذة انتصار. ترجع الكرة لفريق الترجي، شدوا كرة، شاكر الزواغي المولي ترجع شمام كرة في وسط ملعب مازيمبي، لازم يشدوا الكرة أكثر هنا، خروج لمساكني ونيانك لبلالي، يلزم يبروفوكي أكثر المدافعين بتاع مازيمبي، نحاولوا على الأقل نلعبوا شوية في منطقتهم. تمشي كرة طويلة مازال برشا وقت، ترد بالك الهجري كرة ترجع الكونتر اتاك لبلالي الزواغي، شنو ناخذوها ونرجعوها شعملنا؟ باش نقعدوا نعانيو حتى ال 98 دقيقة. ترجع كرة عن طريق نكولو كوتا، يمشي نكولو كوتا يوزع كرة طويلة، رد بالك الهجري، ممتاز الهجري، ثم ترجع من التراوي، كرة أخرى للمازيمبي خطيرة جدا، والكرة ترجع السهل الحارس بن شريفية. ترجع السهل البن شريفية، 3 دقائق مروا، نعم شجع هكذا يطلب وليد الهجري، وكرة لمعز بن شريفية. 5 دقائق ما زالت في عرف المباراة، في وقت النصف النهائي المثير، الترجي يتقدم على مازيمبي بهدف عن طريق بن منصور في الدقيقة 70. كرة تمشي طويلة للفريق الكونغولي، هاريسون افول ترجع مرة ثانية خطيرة، والترجي ياخذ كرة، ممتاز جدا وخطا للترجي الرياضي. نتنفس السعداء، باهي من شاكر الزواغي، باهي من شاكر الزواغي. الترجي الرياضي التونسي يتقدم 1-0 على مازيمبي، الامضاء عن طريق اللاعب محمد علي بن منصور في الدقيقة 70. ترجع كرة للترجي الرياضي التونسي اخر الدقائق، 5 دقائق أخيرة في المباراة. الترجي كان بإمكانه حسم المباراة ومعركة العبور في الشوط الأول، ولكن المهم هو التأهل، الهدف يجي في أي وقت، وفي رأيي جاء في وقت مناسب جدا. لو كنت قادر أن يختار هدف الانتصار الترجي سأختاره في 90 لكي لا يحاول مازيمبي العودة من جديد. هدف في الدقيقة 70 يعطينا الشانس، لأنه يعني لو تتصور تسجل هدف مبكر مازيمبي باش يهاجم بضراوة، ممكن يسجل، ممكن حتى ربك يقدر الأوقات ويقدر المواقف لمصلحة إنجاز أو سبب أو مسبب من الأسباب. 1-0 في 5 دقائق، في 5 دقائق ترجع الكرة جوال كيموكي، جوال يمشي بكرة طويلة وترجع من هاريسون افول، كرة للتماس للفريق الكونغولي، كرة لمازيمبي. مباراة صعبة جدا من ناحية الضغط النفسي، من ناحية الشد العصبي، ليس سهل، مباراة 0-0 ليست سهلة أمام فريق بحجم مازيمبي يلعب كرة مليحة. الحمد لله أن الترجي توفق في إدارة المباراة بشكل جيد من خلال الغول نبيل، والكرة ترجع مرة أخرى لفريق الترجي. فما خطأ، برشا صنع العواضي، برشا كرة العواضي، برشا خباثة العواضي، ممتاز جون كاساسولا. اقتربت ساعة الغروب، اقتربت لحظة الوداع، الماما أفريكا ستتكلم تونسي كطرف أول في الفاينل، ونتمنى غدا أن يلتحق بين الأهلي القاهري. ترجع الكرة للترجي، أضعف الإيمان أضرب فيه، لهذه ولا تلك، تماس لمازيمبي، ولكن يشفع للوهراني الرأسية التي مهدت لهدف الغالي عن طريق بن منصور. 6 دقائق في المباراة، الترجي له الأفضلية والتقدم بهدف، الترجي من أجل النهائي السادس في تاريخه بأبطال إفريقيا، ومن أجل النهائي العاشر في تاريخ الكؤوس الإفريقية، أو الثالث على التوالي في أمجد كؤوس القارة. مسيرة نادي مستمرة، مسيرة نادي متواصلة من نجاح. حط الكرة قدامك أضرب، والكرة بعيدة، كرة بعيدة لفريق مازيمبي، كرة ستعود لفريق مازيمبي. أقل من دقيقتين، هانت لحظات لأغلى فرحة، وحانت لحظة لوداع. تمشي كرة شاكر الزواغي، كرة بالرأس لفريق مازيمبي، آخر كرة، ممكن أصعب كرة، ترجع الكرة عن طريق اللاعب لونغا، طويلة عندك، أضرب الكرة بالرأس،
ترجع الكرة الثانية لفريق المازيمبي الكونغولي عن طريق ميهايو. يسدد ميهايو، باي باي المازيمبي، باي باي، باي باي يا مازيمبي، باي باي. ستفتش عن كاسك في كل مكان إلا تونس الخضراء يا مازيمبي. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الترجي بهدف بن منصور يكتب الفصل الأول من الدستور الكروي لإفريقيا. أنا البطل يا عيسى، أنا الشامبيون يا عيسى، أنا الشامبيون يا حياته. خلاص خلاص، كرة تمشي طويلة، كرة ترجع بعيدة، ترجع بالرأس ثم ترجع بالساق، ثم كرة طويلة من مازيمبي. صفر يا دياتا، ترجع برأسية خطيرة، رد بالك خطيرة جدا، برافو الدفاع، برافو الرجال، برافو الأولاد. صفوت من غير خطأ، من غير خطأ العواضي. خلاص الله يعوض عليك يا مازيمبي، الله يعوض عليك يا مازيمبي. آخر كورة كادت تقتلنا، آخر كورة كادت تسقطنا بضربة قاضية. صور الشوالي معناها لكمة من مايك تايسون في التوب بتاعه، يعني هذه كورة كادت تقتلني وتقتل الملايين. ولكن لحظة الحسم، لحظة النصر، لحظة الفرح، لحظة توديع مازيمبي بدون دموع، ولحظة ذرف الدموع للترجي الرياضي التونسي. احتفاء واحتفالا، الترجي للعام الثالث على التوالي في النهائي الافريقي، بعد غسرة، بعد صعوبات، بعد الإطاحة براس ثقيلة بالكبرى الافريقية، بالمنافس الشرس القوي جدا القوي مازيمبي. ولكن إرادة تونس أكبر، أولاد الترجي أثقل، جمهوره كان أسعد، والترجي يسجل بهدف 1-0 عن طريق داليب بن منصور. يوما أفول ويوما بن منصور، وتتواصل انتصارات الترجي وانتصارات الكرة التونسية وانتصارات بلد الخضراء. ألف مبروك، مليون مبروك، تريليون مبروك، الترجي الرياضي التونسي في نهائي الشامبيونز ليج عن طريق بن منصور. هذه أجواء الفرحة، هذه أجواء الخيبة. هارد لك مازيمبي بكل فير بلاي، ومبروك للترجي التونسي. الترجي نجح للوصول للنهائي لأنه ما دخلش في عصبية تغيير الحكم ودخول بدر أديتالي، قدم ماتش كبير الحقيقة. ما دخلش في الحرب الكلامية والحرب النفسية لما قالوا تونس والسلطات التونسية لم تؤشر لنزول طائرة مازيمبي. ها هي نزلت طائرة مازيمبي، ها هي وصلت طائرة مويس كاتومبي. ولكن من سيصعد في الطائرة ليذهب للكايرو؟ إنه الترجي التونسي، إنه الكبير العاصمي. هكذا صورة فرح لتتواصل الأفراح يوم 20 أكتوبر على طريقة كيديابا. نحتفل وعلى طريقة الجول بالمباشر، شمام البلايلي بن منصور إيلي. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. مبروك علينا النهائي، مبروك على تونس الفاينال، مبروك للترجي الرياضي جماهير، إدارة والرئيس حمدي المدد والكوتش الغول نبيل معلول. الوصول النهائي فعلتها الرجال مرة أخرى بهذه الكرة، وكرة في الدقيقة 70 كتبت نهاية أسطورة اسمها مازيمبي، وتكتب بداية احتفالات للترجي التونسي. اليوم الترجي وغدر الأهلي، 4 نوفمبر في الإسكندرية في برج العرب، والاتحاد الإفريقي يضغط على مصر والداخلية المصرية من أجل تكون بالجماهير ولا خارج مصر اللعبة، بينما الإياب سيكون 18 أو 17 من نوفمبر هنا في نفس الملعب بنفس الأجواء. يا رب الترجي الرياضي التونسي.